بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ماذا تفعل عندك؟ هتف بها جامع القمامة. تكمل. ماذا تفعل عندك؟ هتف بها جامع القمامة مناديا ذلكم الفتى العابث بالقمامة، وشمله بنظرة فاحصة وتعجب إذ كان الولد نظيفا مرتب الهندام مصفف الشعر في السابعة من عمره تقريبا. فهو إذن ليس من السريحة الذين يبحثون في القمامة عما يصلح للبيع، مفسدين عليه أحد أهم موارد الرزق. وتنبه جامع القمامة من شروده، فإذا الولد ينتفض، وإذا هو قد قبض على بعض الكتب القديمة. فاقترب منه قائلا: ما هذا الذي في يدك؟ فأجابه الفتى مرتعشا: كتب. فصرخ فيه وقد أمسك بتلابيبه: أعلم أنها كتب، ولكن إلى أين تأخذها؟ يبقى ده منافس بقى في الإيه؟ في أكل العيش. أعلم أنها كتب، ولكن إلى أين تأخذها؟ فأجابه الفتى وقد اصفر لونه: إلى البيت لأقرأها. فأفلته الرجل وقال متعجبا: تبحث في القمامة عن الكتب لتقرأها؟ فأجابه الفتى وقد اطمأنت نفسه بعد أن تركه الرجل: نعم، فقد انتهت الامتحانات وأنا أحب القراءة، وأمي تحرمني من اللعب مع الأطفال، والقراءة سلوتي الوحيدة، ولا أجد المال الذي أشتري به الكتب، فأستعيد عن الشراء بتقليب القمامة بحثا عن الكتب التي يلقيها طلبة المدارس بعد انتهاء العام الدراسي. ضرب الرجل كفا بكف وقال: عجيب أمرك أيها الفتى، عموما خذ ما معك ولا ترني وجهك هنا مرة أخرى. استبشر الفتى وأسلم قدميه للرياح قابضا بيديه على كنزه الثمين، ممنيا نفسه بساعة وصوله للبيت وخلوته في غرفته بدرته الرائعة. الأضواء تملأ بيت الفتى وقلبه على حد سواء، ولم لا، فاليوم بناء خالته على زوجها ذلك الرجل كبير السن كبير اللحية، يقولون إنه من مصر، تلك المدينة المزدحمة التي تعلم في المدرسة أنها عاصمة بلاده. نما إلى مسامع الفتى، يعني خلاصة الكلام، نقفز شوية في القصة. المهم أن زوج خالته لما قابله في الفرح يعني، فقال له: قالوا لي إنك تعشق الكتب. نعيد نقول القصة. بيقول هو نما إلى مسامع الفتى أن أمه كانت رافضة للعريس لأنه من هذا البلد البعيد المزدحم، وكانت تقول: إيش ضمنكم إنه حيصون البنت؟ مش ممكن لما يلاقينا بعيد يستفرد بيها يا جماعة، حرام عليكم، ده البنت يتيمة. وكان أبوه يطمئنها قائلا: وهو أنا وأخوها رحنا فين؟
ده أنا حزورها كل شهر، وأنا كمان لي أصحاب هناك هيجيبوا لي أخبارهم أول بأول. انتفض الفتى عائدا من شروده وقد أحس بيد ثقيلة تكاد تكسر كتفه، فالتفت فوجد زوج خالته يقول له بصوت مهيب: قالوا لي إنك تعشق الكتب وتحب القراءة، فهل هذا صحيح؟ أجاب الفتى متلعثما: نعم صحيح. قال زوج خالته: لأن هذا لإن كان هذا صحيحا فلسوف تقر عينك إذا زرتني ورأيت مكتبتي الضخمة. تهلل وجه الفتى وأمسك بيد زوج خالته وقال: أصحيح ما تقول يا عمه؟ أجابه الشيخ: نعم صحيح. قال الفتى: والفرحة تخنق صوته، ومتى أستطيع زيارتكم؟ قال الشيخ ضاحكا: متى تحب. وتركه وانصرف لينطلق عقل الفتى محلقا في آفاق تلك الزيارة المنتظرة. هي قصة طويلة الحقيقة، عنوانها مذكرات عاشق الكتب، مذكرات شيقة جدا. فأنا يعني لن يعني أكمل كلامي حتى لا أنفرد، لأن هذا الفتى الآن هو من الشباب من أبناء المنهج السلفي، وأعتقد أنه الله تعالى أعلم والله حسيبه. يعني كما اعتدنا دائما أن احنا دائما بنفاخر بشيوخنا ونردد قول الفرزدق: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هذه المرة سنفخر بفخر من نوع جديد فنقول: أولئك أبنائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. الابن العزيز وأخي الذي أحبه في الله حبا جما، أبو فهر السلفي من أبناء المنهج السلفي الذابين عنه، هو أصلا من مدينة بورسعيد، بس طبعا كنا في حالة الإقامة الجبرية داخل إسكندرية، كنا لن نستطيع أن نتواصل مع رحمنا من أصحاب وأهل المنهج السلفي خارج الإسكندرية. هو الآن يقيم في المنصورة، أظن هو المدير العلمي لقناة دليل. وكلمة يعني أبو فهر السلفي الإخوة في المنتديات يعرفوها كويس جدا، الناس بيدخلوا في المنتديات وبالذات المنتدى المحترم جدا ملتقى أهل الحديث، وأيضا منتدى أنا المسلم له الاسم ده مشهور جدا ومعروف يعني. فأنا حقيقة لن أتكلم عنه كثيرا لسببين: أولا أنه لا يزال في العقد الثالث من عمره، وهو واعد إن شاء الله تعالى بخير عظيم، فلا يغرنكم سواد رأسه ولحيته، لكنه نموذج واقعي للشباب كي يتجدد أملهم في أن ينهضوا بأنفسهم نهضة عظيمة جدا حتى مع حداثة السن. فبما أنه شاب وموهوب وواعد بخير عظيم، فأمامه إن شاء الله تعالى من العمر المبارك ما يبشر بأعمال هي التي سوف تتكلم عنه في المستقبل وتترجم له. ثانيا، لأنه أمامكم الآن وسأترككم تتعرفون عليه بأنفسكم. ممكن اللي عايز يعرف التفاصيل عن الأخ أبي فهر فليطلب في جوجل ملتقى أهل الحديث مذكرات عاشق كتب، إن شاء الله سيرى يعني خيرا كثيرا. طبعا هو اهتماماته في عدة مجالات، وهو يتميز بثقافة عصرية واسعة وشاملة، له خبرة عظيمة جدا في تقويم التراث والطبعات المختلفة للكتب والدلالة على نفائس الكتب، كتب التراث أو حتى الكتب التي تصدرها المكتبات يعني حديثا، فهو مرجع في حد ذاته للدلالة على أفضل كتب في عامة العلوم. ودائما السؤال اللي بوجه إليه من إخوانه: ما أفضل كتاب في كذا؟ ماذا أقرأ في كذا؟ ما الفرق بين الطبعة الفلانية والطبعة الأخرى؟ فالحقيقة أنا أعتقد أن أنا جايب لكم هدية ثمينة هذه المرة، وهي خلاف ما يتصوره كثير الناس أن الخير دائما في الشيوخ الأفاضل الذين يشرفوننا، لكن أيضا شبابنا وشباب هذه الدعوة
يشرف لنا كثيرا ولله الحمد، ويطلعون بدور أقوى بكثير من دور الشيوخ لما يمتازون به من الملكات ولله الحمد والهمة يعني العالية. فأقول لكم أولئك أبنائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. الشيخ أحمد أو أبو فهر، الشيخ أبو فهر يعني إن شاء الله تعالى أنا اخترت أو اقترحت عليه لأنه كان يزورني، فأنا اقترحت عليه أن يأتي ويحاضرنا في قضية كيف تحاور علمانيا وليبراليا، فليتفضل مشكورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هو طبعا بعض الناس يعني إذا سمع نصف هذا الكلام يعني لجم لسانه فلا يستطيع قولا يعني، وأنا يعني لا أملك شكرا يعني، فلا الشكر سينفد ولا اللسان سيقوى على مواصلته يعني، لكن أنا أحب أن أشكر الشكر العام الذي هو أعم من مثل هذا الكلام الذي لا أستحق عشره يعني الذي قاله الشيخ، وهو الشكر العام على موقف الدعوة السلفية ممثلة في مشايخها الشيخ محمد إسماعيل، الشيخ ياسر برهامي، الشيخ سعد عبد العظيم، الشيخ أحمد عطيبة، بقية المشايخ حتى لا أنسى أحدا. هذا الموقف الذي سيحفظه لهم التاريخ هم وبقية مشايخ السلفية في مصر، الذي أعتقد أنهم وقفوا ويقفون الآن في معركة هي أعنف معركة وجهت إلى الصف السلفي في 100 عام في رأيي الشخصي أنا يعني، هذه أعنف معركة التي تحدث الآن وجهت إلى الصف السلفي في 100 عام. بعض الناس ربما يذكر المعركة التي وجهت إلى الإسلاميين في أول 90s، لكن أنا أرى أن المعركة الآن أعنف لسببين. الأول أنها موجهة إلى الصف السلفي بالدرجة الأولى، في أول 90s كانت موجهة إلى التيار الإسلامي بفصائله، لكن هي الآن موجهة إلى التيار السلفي بالدرجة الأولى. المشكلة الأكبر وسائل الإعلام، وسائل الإعلام طبعا يعني أعرض في أول 90s كنا نتكلم عن القناة الأولى والقناة الثانية ووسائل بالية للمحاربة، لكن الآن وسائل الإعلام أعرض، الوسائل تطورت أكثر، فالذين يصبرون في هذه الفتنة العظيمة ويقون على الدفاع عن هذا المنهج مشايخ الإسكندرية وبقية مشايخ مصر الذين كانوا في هذه الفتنة يعني رأس الأمر وعموده وذروة سنامه يعني يستحقون منا الشكر الجزيل. المعركة لازالت مستمرة لن تنتهي، لكن يستحقون منا الشكر الجزيل، لأن هذه الفتنة العظيمة لابد أن يكون لها رجال مثلما كان أبو بكر ومثلما كان أحمد ومثلما كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقفون في وجه الفتن التي تختطف الصف السلفي. أكرر الشكر مرة أخرى وأكرر الاعتذار على أن اللسان لا يفي بحق هذا الشكر. سأدخل في الموضوع حتى لا يسرقنا الوقت. من من الحضور قدر له يوما ما أن يحاور علمانيا أو أن يحاور ليبراليا، الذي دخل في هذه المحاورة يوما ما يتفضل برفع يده؟ موافقة. طبعا واضح أن العدد قليل، ليس هو الغالبية العظمى، وأظن ليس هو الغالبية العظمى، وأظن أن السبب الرئيسي هو أن مساحات هذا اللقاء ومساحات هذا التلاقح والنقاش ما زالت في مهدها، لكن أنا أتصور أنها في الفترة القادمة ستتسع أكثر، يعني ستتسع ميادين هذا اللقاء الفكري والحوار أكثر في الفترة القادمة، مما يستدعي الحاجة للنظر في آليات هذا الحوار ومضامينه وفي أدواته وبعض الإضاءات حوله. فيمكننا أن نجعل يعني عنوان الكلام هو حوار العلمانيين والليبراليين أدواته ومبادئه، أدواته ومبادئه. الكلام غالبا يعني لن يكون منظما تنظيما تاما، لكن يعني يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. وأول عقود هذه القلادة أن نعلم أن الفرق ما بين المسلم في نصرته للحق الذي معه وما بين غير المسلم أو ما بين غير المتسم بأخلاق الإسلام حتى لو كان من المسلمين أو الذي لا يستوفي آداب الإسلام في الحوار والنقاش، الفرق بينهما أن المسلم يعتبر أن الانتصار للحق بالباطل هزيمة، الانتصار للحق
بالباطل هزيمة. أما من لا يتخلق بهذا الخلق فيمارس نوعا من المكيافيلية والبرجماتية أو النفعية، الغاية تبرر الوسيلة. ما دمت أنا أعتقد أنني أنصر حقا فلا بأس علي إن نصرته ولو بالكذب والافتراء. وهذا الذي ترونه في وسائل الإعلام هو نفس هذه الآلية بالحرف الواحد. هم يعتقدون أن ما معهم حق وأننا على باطل، لكن الفرق بيننا وبينهم هو في نزاهة نصرة الحق. نحن لا نستحل أن ننصر الحق بالباطل، لا نستحل أن ننصر الحق بالكذب والافتراء. نعتقد اعتقادا جازما أن الفرق بيننا وبين مخالفينا أننا لو هزمنا في الدنيا فإن الله عز وجل عاقبة يعوضنا فيها خيرا عن هذه الهزيمة، ولا يستحق الواحد منا عاقبة الخير في الآخرة إن كان قد هزم وهو مفرط في أدوات الحق، أو إن انتصر، يعني أحب إلى الله تبارك وتعالى أن ينتصر الحق بالباطل أم أن يسير المسلم نزيها وإن لم ينتصر الحق لسبب أو لآخر؟ الأحب هو أن ينتصر الحق بالحق، الأحب لله سبحانه وتعالى أن ينتصر الحق بالحق. ولذلك لما كان المسلمون في غزوة حنين وأعجبتهم كثرتهم كان الدرس سريعا، لأن أهل الحق لابد أن يسيروا على نهج الحق في نصرتهم للحق. وأول مبادئ الحوار هو ما يتعلق بنزاهة الاختلاف في نصرة الحق، وهو الكلام بالعلم والكلام بالعدل، خمسة أركان: العلم والعدل والحلم والرفق والصبر. خمسة أركان: العلم، فلا تنتقد مخالفك ولا تناقشه ولا تنسب إليه شيئا إلا وقد أثبته بأدوات علمية. قد تثبته بأدوات علمية ثم بعد ذلك يقع خطأ ما، لكن المهم أنك سلكت سبيلا علميا في أن تثبت قول قائلك، وأنت إذا أردت أن ترد عليه ترد عليه أيضا بأساليب علمية وبأساليب منهجية دقيقة. واضح؟ النقطة الثانية العدل، فلا تنسب له شيئا لم يقله ولا تقوله ما لم يقل ولا تزد في قوله عما قاله، ولا تزد في قوله عما قاله، بل تكون عادلا تماما قائما بالقسط ولو على نفسك. هذا يعني أحب شيء لله سبحانه وتعالى وأعون ما ينصر به الحق في المآل. يعني في الحال قد لا ينتصر الحق، لكن إن حاولت أن تنصره بالعلم والعدل كان المآل لك وإن طال الزمن. شيخ الإسلام ابن تيمية لم يمت حتى سجن في الحق الذي أراد أن ينصره، ولم يمت حتى وضع أو ما بعد موته وضع تلميذه الأثير القريب أركبه على الحمار بالمقلوب تشنيعا عليه. شيخ الإسلام في 400 عام التي تلت وفاته كانت كتبه تشترى بنفائس الأموال لتحرق، وكان نساخ الكتب يسمون كتبه بأسماء علماء آخرين، يسمون كتبه بأسماء علماء آخرين ليستتروا حتى لا ينتبه إلى أن هذا هو كتاب ابن تيمية. ابن أبي العز الحنفي اصطنع هذه الحيلة التي ترونها، شرح العقيدة الطحاوية، ليبث فيها أقوال شيخ الإسلام بهذا الاستتار. المخطوطة الأهم لكتاب العقود الدرية منسوبة إلى مؤلف آخر غير مؤلفها وباسم موهم لا يبين ما هو اسم الكتاب. يعني اسم العقود الدرية في مناقب ابن تيمية هذا من وضع الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله، إنما الكتاب اسمه الانتصار، اسم عائم لا يدل على اسم مؤلفه. لكن ما مضى 600 عام على وفاة الشيخ لا أقول حتى انتشرت كتبه، بل حتى أصبح الاختيار الفقهي الذي سجن به الشيخ في سجنه الذي مات فيه هو المقرر في كل المحاكم الوضعية في العالم العربي في مسألة الطلاق، لأن الشيخ لم يسلك في نصرته للحق أبدا مسلكا باطلا، كان عادلا إلى أقصى درجة، عدلا في العلم وعدلا في العمل. يخاطب نصر الدين بن مخلوف، ونصر الدين بن مخلوف هذا غير أنه كان من أعداء الدعوة السلفية، وغير أنه كان يعني شديد اللسان على الشيخ وتسبب في سجنه، فهو ممن يقول بعقيدة ابن عربي في الحلول للاتحاد، ورأي الشيخ الخاص فيه كما نقله بعض أتباع الشيخ رأي شديد، يعني الشيخ يرى أنه رجل يعني ليس من الصالحين. لكن مع ذلك لما أراد أن يخاطبه ويرد عليه في الرسالة الموجودة في مجموع الفتاوى عظمه بالألفاظ التي يعظمه بها أصحابه، عظمه بالألفاظ التي يعظمه بها أصحابه. هل أنقص هذا من شيخ الإسلام شيئا؟ لم ينقص منه شيئا، وإنما عبد طريقا لنصرة الحق.
ولذلك لأن شيخ الإسلام كان أخلاقيا بامتياز في نصرته للحق كانت العاقبة له، لأنه كان أخلاقيا بامتياز في نصرته للحق كانت العاقبة له. يبقى هذه الأركان الخمسة طبعا هي من مبادئ القيم الإسلامية، فلا أطيل في بيانها الآن: العلم والعدل والحلم والرفق والصبر. من اللطائف أن شيخ الإسلام يقول أن من لم تكن عنده ملكة الصبر على الأذى في نصرة الحق فلا يتصدى لنصرة الحق. من لم تكن عنده ملكة الصبر على الأذى في نصرة الحق فلا يتصدى لنصرة الحق. وغني عن البيان طبعا قول المولى تبارك وتعالى في سورة العصر: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ندخل في أهم ما نريد ذكره اليوم فيما يتعلق بمحاورة العلمانيين والليبراليين. أول معلومة لابد أن نتفق عليها، وهي من مبادئ العلم والعدل ومن مبادئ فهم مقالات الناس، أن أكثر المذاهب وأقوال الناس تكون مركبة، يعني لا تكون بسيطة، ما بتكونش واحد زائد واحد يساوي اثنين، تكون مركبة. وأنت إذا أتيت لتحاور رجلا لابد أن تستفصل وتفهم منه بالضبط ما هو مذهبه، لا تسقط عليه مذهبا أنت سمعته، لا تسقط عليه عقيدة بذاتها وتسقطها عليه. يعني على سبيل المثال، مثلا هل تقبل أن يأتي رجل إليك فيقول لك أنت سلفي والذي أعلمه أن السلفيين جميعا يكفرون تارك الصلاة؟ أنت لن تقبل، ستقول له لا، هذه من المسائل التي تختلف فيها السلفية، السلفية عندها أقوال هي ثوابت العقيدة يتفقون فيها لا يختلفون، وعندها مسائل هي بالاختيارات الفقهية أشبه فيختلفون فيها. إذن فأنت تطلب من مخالفك أن يكون منصفا وأن يفرق بين مراتب الأقوال وألا ينسب لك شيئا لم تقله. ممتاز. إذا أتينا الآن نتكلم عن العلمانية والليبرالية، نفس القضية، ليست العلمانية شيئا واحدا فكل علماني يقول بعشرة بنود لا يفارقها، هذا ليس صحيحا، وليست الليبرالية شيئا واحدا فكل ليبرالي يقول بعشرة بنود لا يفارقها، ليس هذا صحيح، وإنما منهم من يقول بالعشرة تامة ومنهم من يأخذ منها ويدع، منهم من يقول بالعشرة تامة ومنهم من يأخذ منها ويدع. وفي ملحوظة مهمة جماعة، إن المذاهب اللي زي العلمانية والليبرالية إذا وصلت إلى مرحلة السياسة بيحصل لها نوع من أنواع التبسيط والتجزئة، بحيث يأخذ المتصدي للسياسة من هذه المذاهب ما ينفعه ويترك ما إيه؟ ما لا يحتاجه. يعني مثلا يأتي للليبرالية، هل هو يحتاج الآن إلى أن يأخذ من الليبرالية معنى مثلا الحرية الاقتصادية؟ هذه ليست قضيته الآن، هو معركته الآن مع حرية نشر المذاهب والأفكار ولو كانت تهاجم المقدسات. شغلته دلوقتي ليست الحرية الاقتصادية على سبيل المثال، ليست تحرر رأس المال، مش مشكلته دي. فيأخذ من هذا المفهوم المركب المكون من عشرة بنود الذي هو شعب، يأخذ منه الذي يحتاجه الآن فقط. هذه الطريقة نستفيد منها، أو هذا الذي يحصل نستفيد منه فائدتين. الفائدة الأولى أن تكون دقيقا في ما تنسبه إلى محاورك من المذهب، لا تنسب له شيئا لم يقل، لمجرد أنه ليبرالي يبقى أكيد بيقول بالعشرة، لا، ممكن يكون ليبرالي وبياخد حاجات من العشرة ويسيب. لكن النقطة الثانية المهمة، أنه قد يكون فيما تركه الليبرالي من الليبرالية ما ينفعك ويضر مذهبه، يعني ممكن انتقل التي يحتاجها فقط، انتقل التي يحتاجها. فأنت إذا كنت بصيرا بالعشرة ما هي، تأتي إليه وتقول له لماذا انتقيت ما يفيدك من الليبرالية وتركت غيره، لماذا؟ وهذه نفس الطريقة التي حاج بها الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب، تعالوا نتحاكم إلى التوراة والإنجيل، مع أن المولى سبحانه وتعالى هم يتحاكمون، لكن هم لا يتحاكمون إليها تام، يأخذون منها ما يحتاجون ويتركون ما لا يحتاجون ويتركون ما يضرهم. ففطنة المحاور أن يكون بصيرا بالمذهب بتمامه لكي لا يظلم محاوره، والنقطة الثانية لكي يأتي من هذا المذهب بما يطعن به على مذهب صاحبه. لذلك كانت من طرائق شيخ الإسلام الشهيرة أن يثبت تناقض أهل البدع، أن يقول لهم أنتم مذهبكم يلزم عليه كذا ومع ذلك أنتم لا تقولون به. ولذلك كانوا يقولون أن أهل الفرق والمذاهب يأتون إليه فيجلسون إليه، فيقوم الواحد منهم وهو بمذهبه أعلم، بعد أن جلس إلى الشيخ يقوم من أمام شيخ الإسلام وهو بمذهبه هو أعلم.
لأن الشيخ بصره من مذهبه ما لم يكن ليعلم. وحتى خرج هذا خارج العلوم الدينية، وحتى كان بصيرا أحيانا ببعض أبواب الحساب والفرائض. فالبصر بالمذاهب الكاملة هذا مفيد جدا، لكنه يحتاج إلى تغطية نوع من أنواع أو ما أسميه أنا بالفجوات المعرفية. يعني أكثر أو كثير من المتصدين للحوار مع العلمانيين والليبراليين معلوماته جيدة وقد تكون قوية، لكن فيها فراغات، فيها فراغات. هو يحتاج دائما أن يملأ هذه الفراغات ليكون خطابه أقوى، ليكون خطابه أقوى. يحتاج دائما أن يسد هذه الفراغات في بنائه المعرفي عن العلمانية وعن الليبرالية. هنضرب أمثال. مثلا معظم المحللين للعلمانية يقسمونها تقسيما، البصر بهذا التقسيم مهم جدا. يقسمون العلمانية إلى علمانية جزئية وعلمانية شاملة، واضح؟ أول من قسم هذا التقسيم بهذا الاصطلاح هو الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله. هو عنده تفصيلات في مسألة الجزئية، العلمانية الجزئية، ويرى أن قد يكون من العلمانية الجزئية أحيانا الشره الاستهلاكي والإقبال على مطاعم الوجبات السريعة، وطبعا ده مش كلام إسلاميين، يعني ده كلام هذا الرجل. احنا الآن لن نأخذ في تفصيل ما ذكره عن العلمانية الجزئية، لكن الغرض الآن هو بيان هذا الذي قال. يقول إن العلمانية الجزئية أن تفصل الدين عن جهة معينة من جهات الحياة، وبالدرجة الأولى عن الحكم والسياسة، واضح؟ هذه العلمانية الجزئية، وبالتالي هي التي تسبق إلى الأذهان إذا ذكرنا علمانية، صح؟ هو يقول أن الأخطر من هذه العلمانية خطيرة، لكن الأخطر منها بقى أن تفصل كل شيء، الدين وغيره. يعني إيه الدين وغيره؟ يعني حتى منظومة الأخلاق، يعني مثلا الصدق حرام، الصدق حلال، مطلوب، فضيلة، الصدق فضيلة والكذب رذيلة. هل هذا مما تختص به الأديان، ولا موجود في الأديان وفي المنظومات الخلقية؟ موجود في الأديان والمنظومات الخلقية. العلمانية الشاملة ترفض الأديان وترفض المنظومات الخلقية، والصدق عندها ليس فضيلة إلا إذا نفعك، والكذب عندها ليس رذيلة إلا إذا ضرك. واضح يا جماعة؟ يعني لا يوجد أي نوع من أنواع المرجعية بيسموها في اصطلاحاتهم، أنا هقول المصطلحات مش من باب الفزلكة، وإنما من باب أن تعتدها آذاننا. يعني الأديان وأي منظومة خلقية وأي شيء مقدس تؤمن به ليحكمك يسمى عندهم مرجعية متجاوزة، مرجعية متجاوزة، واضح؟ سواء كان دينا، سواء كان منظومة خلقية، سواء كان فلسفة كاملة، أي نوع. يعني مثلا من يؤمن بنظرية أفلاطون أو أرسطو في الخلق هو مؤمن بمرجعية متجاوزة. أصحاب العلمانية الشاملة لا يؤمنون بأي مرجعية متجاوزة على الإطلاق. عندهم الفرد الواحد هو مقياس الخير والشر، ما تراه أنت صدقا هو الصدق، ما تراه أنت كذبا هو الكذب. ما فائدة الفصل بين هاتين العلمانيتين؟ ما فائدتهما؟ أن ألا تأتي تتكلم عن علماني مثلا فتقول هذا العلماني يريد للنساء أن تسير عرايا. الكلام ده مش صحيح. ليه؟ لأن قد يكون هذا العلماني علماني بالمعنى الجزئي، كل غايته أن يفصل الدين عن منظومة الحكم والسياسة فقط لا غير، لكن هو يؤمن بمنظومة خلقية قد تكون مأخوذة من الدين، قد تكون مأخوذة من العادات والتقاليد. ليس من هذه المنظومة أن امرأته أو أن النساء تسير عراي، واضح كده؟ فبالتالي إذا أنت اتهمت بأن علمانيته تقتضي أن تسير النساء متبرجات أو كذا وكذا، أنت بهذا ظلمته. لابد أن تسمع منه نطاق علمانيتك إلى أين، نطاق علمانيتك إلى أين. كده واضح كده يا جماعة؟ طيب، العلمانية الجزئية سواء كانت جزئية أو سواء كانت شاملة تنقسم قسمة أخرى إلى مائعة وصلبة، إلى مائعة وصلبة. العلمانية المائعة سواء الجزئية أو الشاملة هي التي تكتفي بتطبيق مذهبها دون أن تعادي الدين أو أن تفرض العلمانية عليك، واضح؟ أنا علماني ولا أجبرك على أن تكون علماني. دي العلمانية الإيه؟ المائعة، سواء كانت جزئية أو صلبة، سواء كانت جزئية شاملة أو جزئية. أما العلمانية الصلبة سواء الجزئية أو الشاملة فهي التي تفرض عليك علمانيتها، تريد أن تكون العلمانية قانونا لك ولها، ولو استطاعت أن تفرضها بالقوة لفعلت، ولو استطاعت أن تفرضها بالقوة لفعلت. لذلك أيهما أخطر؟ كل خطر والكل شر، لكن العاقل من عرف شر الشرين وإيه وخير الخيرين. أما البصر بالخير والشر فكل الناس يعرفه. أيهما أخطر، المائعة أم الصلبة؟
أيهما أخطر، الجزئية أم الشاملة؟ كده واضح؟ هذا البصر بمراتب الأشياء يعينك على التعامل إيه معها. هضرب لك مثال من أمثلة التعامل. الدكتور جلال أمين هو ابن المفكر والأديب المشهور أحمد أمين. الدكتور جلال أمين علماني، والوصف له بأنه علماني ليس وصفي، وإنما وصف الدكتور عبد الوهاب المسيري أحد أصدقائه في كتابه العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة. ضربه مثالا، ضربه مثالا على ماذا؟ على العلمانية الجزئية غير الصلبة. واضح؟ أنت إذا استطعت أن تفهم أن الدكتور جلال أمين ليس من أصحاب العلمانية الصلبة التي تريد فرض مذهبها على الجميع ولو بالقوة، يعينك هذا على نوع من أنواع التعامل تستفيد منه جدا. إزاي؟ مثلا الدكتور جلال أمين له مقالات نشرها بعنوان التنوير الزائف، نشرها بعنوان التنوير الزائف. ماذا يقول في هذه المقالات؟ كان يعلق على قضية مطالبة العلمانيين المصريين وهو علماني، أو الصحفيين الليبراليين، أو من نهج هذا النهج عموما، إلى فتح الباب فيما يتعلق بمسألة حرية الرأي والفكر ولو في الهجوم على المقدسات. الدكتور جلال أمين العلماني يرفض الهجوم على المقدسات تماما باسم حرية الإيه؟ الرأي والدين تماما. بل يزيد في هذا فيقول أنه يشك كثيرا في مواقف كثير من المثقفين فيما يتعلق بحرية الرأي. ما مصدر الشك؟ يقول أنا لا أستطيع أن أفهم كيف لا تنتفض ثائرتهم للكلام عن حرية الفكر والرأي إلا عندما يسب رجل القرآن أو يذكر الله تبارك وتعالى في جملة قبيحة، ولا تنتفض ثائرتهم للاستبداد السياسي ومصادرة الحريات الموجودة في مصر. قل هذا يجعلني أشك. الإيمان بالحريات لا يتجزأ. صوتك عالي للدفاع عن حرية رجل يسب المقدسات، لابد أن يكون صوتك أعلى للدفاع عن حرية رجل لم يفعل شيئا إلا أنه يصلي في المسجد. من الذي يقول هذا الكلام؟ واحد علماني. يبقى استفاداتك من التفاوت في علمانية الناس يعينك على أن تأخذ أو أن تستفيد من أصحاب إيه؟ كل درجة قربهم إلى الحق. الناس يا أخوانا لا يبعدون عن الحق تماما ما دامت فيهم نطفة من أبيهم آدم ومن الفطرة التي زرعها الله فيه. لابد أن تبقى في كل إنسان بقية من هذه الفطرة، تقل أو تكسر، تبعد أم تقرب. فطنتك أنت أن تستفيد من هذه المقالات وأن تجعلها دليلا على نصرة الحق. مثلا الفكرة القديمة المعروفة في نقل أقوال المستشرقين في إنصاف الإسلام أو إنصاف النبي صلى الله عليه وسلم، هو ليس الغرض منها أننا نفتقر إلى هذا وأننا مهزومون نفسيا هذا ليس صحيحا. من كان بعض الناس ربما فعل ذلك بهذا الضعف يعني، لكن هو الغرض أن الحق ما شهدت به الأعداء، وتفريق صف أولئك وأن نبين لهم أنه ليس الإسلاميين فقط هم من يقولوا هذا، بل الإسلاميون وغيرهم يقولون ما هذا. الإسلاميون ورجل علماني، والدكتور جلال أمين من الناس المحترمين جدا في جميع الأوساط الفكرية في مصر. فأنت إذا كنت تتكلم عن مسألة الهجوم على المقدسات يزداد كلامك قوة عندما تقول أنه رجل علماني من بني جلدتكم مدافع عن حرية الرأي يقول لكم إن الهجوم على المقدسات لا هو من الأدب ولا هو من الفكر ولا هو من حرية الرأي في شيء إطلاقا، فيزداد مذهبك قوة. كذلك البصر بالتفاوت والاختلاف في المذاهب يقودك إلى شيء آخر. مثلا الليبرالي قد يقول لك لابد من الحرية للجميع حتى للملحدين، والدولة المدنية يقف فيها الجميع سواسية حتى الملحد وحتى البهائي، صح كده؟ طيب إذا كنت بصيرا بالمذاهب في حقيقتها تأتي إليه فتقول له تعالى لكل أهل علم أو لكل أهل فكر أو لكل أهل فلسفة مرجعيتهم، الفيلسوف الذي نظر لكم الدولة المدنية بجميع أبعادها فيلسوف بريطاني اسمه جون لوك، له رسالتان في الحكم المدني ورسالة في التسامح. هذه الرسائل الثلاث هي عمدة فلسفة الليبرالية والحكم المدني. هذا الرجل يقول في رسالة التسامح، طبعا المحاضرة جاءت فجأة فليس معي النصوص بدقتها، يعني يقول أنه لا مكان في الدولة للملحدين. ليه؟
ده فيلسوف الدولة المدنية، فيلسوف التسامح الذي بنت عليه الليبرالية مذهبها في التسامح. لماذا لا مكان في الدولة للملحدين؟ لأنهم يؤثرون على السلام العام في الدولة، لأنهم يؤثرون على السلام العام في الدولة. وساوى بين الملحد وبين الذي ينتمي إلى وطن آخر غير الوطن بتاع الدولة، يعني كأنه ساوى بين الملحد وبين من لا ينتمي انتماء كاملا للدولة بل له انتماء آخر، فرأى أن في الرجلين خطر على الدولة. واضح كده؟ فسنصل بذلك، أنت ستأتي له الأول أولا بهذه المقدمة، جون لوك يقول كذا، لا تسامح مع الملحدين لأجل كذا، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إذن فالتسامح، أنت تبني كلامك معه على هذا. المقدمة الأولى يقول جون لوك في رسالة التسامح عن الملحد أنه لا مكان له في الدولة، ممتاز. المقدمة الثانية، الخطوة الثانية يعني استدلال رياضي عدل، الخطوة الثانية، إذن فلم يعد التسامح قيمة مطلقة غير قابلة للتفسير، لأن جون لوك نفسه قيد التسامح بإيه؟ بأن لا يكون مع الملحد. إذن لم يعد التسامح قيمة مطلقة غير قابلة للتقييد كما تزعم. واضح؟ أنت ستراها، لو افترض ممكن يقول لك يا عم أنا ماليش دعوة بكلام الراجل ده، أنا شايفها قيمة مطلقة. قل له إذن لم يعد أيضا التسامح قيمة مطلقة فوق الجميع، أصبح أنت لك وجهة نظر في التسامح، وجون لوك صاحب الدولة المدنية له وجهة نظر أخرى في التسامح، يبقى لم يعد التسامح قيمة مطلقة بل قابل للأخذ والرد في تفسيره تقييدا وإطلاقا. طيب ما دام أصبح قابل للأخذ والرد تقييدا وإطلاقا، لماذا لا نتكلم بالحجة في هل هناك فرق، أو هل هناك، هل يصح وهل تستقيم الدولة إذا كان هناك تسامح مثلا مع البهائي، أو هل تستقيم الدولة إذا كان هناك تسامح مع الذي يطعن في المقدسات؟ نتناقش بالحجة، لأن خلاص لم يعد هم يحاولون دائما أن يقنعوك أو أن يوصلوا إليك رسالة، ما هي؟ أن الحرية قيمة مطلقة غير قابلة للتقييد، أن التسامح قيمة مطلقة، أن المساواة قيمة مطلقة. فأول طريق أن تبين له أن الحرية لم تكن يوما قيمة مطلقة بل دائما قابلة للتفسير والتقييد، المساواة لم تكن يوما قيمة مطلقة بدليل أنه ما بيخليش كل الناس تبقى دكاترة معايا، لم تكن يوما قيمة مطلقة غير قابلة للتقييد، وبالتالي بما أنها القيمة أصبحت قابلة للتقييد، بما أنها أصبحت قابلة للتفسير، فلم تعد الحجة في قولك مجردا ولا في قولي مجردا، أصبحت الحجة أننا نتناقش هل هذا تسامح ينفع ولا ينفعش، هل دي حرية اللي أنت تدعو عليها بهذه الصورة تنفع ولا ينفعش. أول ما سأستدل لك به أنا يعني مثلا كلام الله تبارك وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هنا لابد أن يبدأ يبين موقفه، لأن هنا سيظهر هل هو ممن يعتقد أن هذا الكلام، تشوف التدرج بيجي إزاي، أنت هتوصل معاه لأن هذه الحرية قابلة للنقاش والتفسير، وأنا عندي منظومة تفسيرية لهذه الحرية هي كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا هيجي محك النقاش الثاني، سيحول هو إلى واحد من اثنين، إما أن يكون ملحدا لا يقبل بالكتاب ولا بالسنة، وإما أن يقول لا أنا أقبل بالقرآن والسنة طبعا لكن مش بتفسيركم. شوف المسألة تدرجت إزاي، أقبل بالكتاب والسنة مش بإيه، مش بتفسيركم. التاني ده هو الغالب على الواقع. ليه؟ هقول لي كمان شوية ليه التاني ده هو الغالب على الواقع. لماذا كان الذي يقبل الاستدلال بالكتاب والسنة لكن يقول مش بتفسيركم هو الأكثر؟ ديكارت أحد الفلاسفة المشهورين في أو الذين أسسوا لعصر التنوير، واللي هو بعد ذلك صار عصر الحداثة، اللي هو بعد ذلك صار يعني العقلانية والعلمانية والحرية والليبرالية، يبقى ديكارت أحد المؤسسين له، لكنه كان في البداية وكانت سطوة الكنيسة ما زالت قوية، فلديكارت عبارة مهمة جدا، يقول لابد أن يكون الفيلسوف كالمتقنع على المسرح، لابد أن يكون الفيلسوف كالمتقنع على المسرح، بالبلد يعني مش لازم يكشف كل ورقه مرة واحدة، لابد أن يداري ولا يصرح بما يعتقد كشافا أو كفاحا. واضح؟ فبالتالي لماذا كان الذي يقبل استدلال بالكتاب والسنة لكنه يقول لك ليس بتفسيرك، لماذا كان هذا أكثر؟ لأننا لو افترضنا أن الناس ثلاثة فئات معايا، الملحد الذي لا يقبل الكتاب والسنة،
والملحد الذي لا يقبله لكنه مضطر للمضاراة، والليبرالي الذي ليس عنده مانع في الرجوع للكتاب والسنة لكن مش بفهمك أنت. الآن ثلث وثلث وثلث أم ثلث وثلثان؟ تاني، الأول الملحد الذي لا يقبل مرجعية للكتاب والسنة مطلقة. خد بالكم احنا بنتكلم على مرجعية في تفسير الحرية والليبرالية، ما يقولكش ما فيش دين في السياسة، احنا دلوقتي بنتكلم في تفسير ايه؟ قيم. وانت راجل بتقول ان الدين ده بيجب ايه؟ بالأخلاق بس. طب الحرية والتسامح دي من الأخلاق، يعني خد بالك ما يقولكش لما نيجي نتكلم عن مرجعية الكتاب والسنة في التسامح ان يقول لك لا الدين ملوش في السياسة. لا، نحن الآن ما زلنا لم نأتي الى سياسة اصلا، ما زلنا نتكلم في تفسير القيم الأخلاقية، الحرية، المساواة، العدالة، التسامح. واضح؟ فأنت تطالبه أن يكون أن يرجع إلى تفسير الوحي لهذه القيم. واضح؟ فهما الآن ثلث وثلثان. الثلث الذي يأتيك كفاحا يقول لك أنا لا أقبل بمرجعية الكتاب والسنة، وهذا الوحي موروث بشري، وهذا الوحي موروث بشري. الثلثان الآخران الذي يقول بقول الأول لكنه مضطر للمضاراة، فهتكون النتيجة النهائية أن يتساوى مع من؟ مع الثالث الذي يقبل مرجعية الكتاب والسنة لكنه يتقنع على المسرح. يتقنع على المسرح بإيه بقى؟ بأن يقول لك مش بتفسيركم. فكده وصلنا للخطوة الإيه؟ خطوة مش بتفسيركم. حد كده واضح يا جماعة؟ كده التسلسل ماشي معايا؟ هنقف عند نقطة مش بتفسيركم دي عشان هنرجع لها تاني، لكن هرجع تاني بقى الأول الكلام. يبقى إذا معرفتك بمقالات الناس وتنوعها يفيدك جدا في بناء الإيه؟ الحوار. يفيدك جدا في بناء الحوار وفي تضييق الخناق. أضرب لكم مثال. شيخ الإسلام تيمية في كتاب الاستقامة، واضح؟ هذا الكتاب مؤسس بالدرجة الأولى في الرد على بدع الصوفية في مسائل السماع والرقص. واضح كده يا جماعة؟ لو قمت بإحصائية للأعلام الذين في كتاب الاستقامة الذين يستدل بكلامهم الشيخ، واضح؟ ستجد أن أكثرهم من أعلام الصوفية، أن أكثرهم من أعلام الصوفية. طيب لماذا يستدل الآن شيخ الإسلام تيمية وهو يرد على الصوفية يستدل بالجنيد وبإبراهيم بن أدهم وبسهل التستوري؟ لماذا يستدل بهذه الطبقة رغم أنه يرد على الصوفية؟ هو يريد أن يصنع شرخا في العلاقة ما بين الصوفية الذين في زمنه وبين الصوفية الأول. وخذوا بالكم لم ينتقدهم إلا في مواضع معينة، لم ينتقد الصوفية الأول إلا في موضوع معين، لكن كان حريصا جدا على كثرة الاستدلال بالصوفية الأول، كأنه يقول لهم لستم كأئمتكم، لستم كسلفكم، لكن لم يأتي بها كفاحا وإنما تركها تسري في الكتاب يحس بها إيه؟ من يقرأها. لم يحتج عليهم إلا في مواضع قليلة بأقوال الأئمة إيه؟ من أهل السنة الإيه؟ يعني الذين لم يدخلوا في التصوف سواء ما كان منه مشروعا أو من لم يكن مشروعا على اصطلاحات الشيخ يعني السني والبدعي، وإنما ركز على الاستدلال بالصوفية. والطبقات الأولى من الصوفية لم يكن عندها لا السماع الصوفي ولا الرقص الصوفي، فسهل على الشيخ أن يكسر من أقوالهم. لماذا؟ ليحدث هذا الشرخ فين؟ في العلاقة. المتأمل في الفتوى الحموية مثلا يجد أن فيها مواضع كثيرة جدا من النقل عن الصوفية، ومواضع من النقل عن الطبقات الأولى من الأشاعرة. واضح؟ لماذا؟ وفي النهاية شيخ الإسلام أتى بكلام معاذ بن جبل إن لم يكن مهما هو كلام معاذ في أن أخذ الحكمة ممن قالها وأن كلمة العالم عليها نور والمنافق قد يصدر منه الحكمة، هو أتى بها في آخر الفتوى الحموية. لماذا؟ لأنه أكثر من النقل عن أقوام ليسوا من أهل السنة الإيه؟ الخلص الذين لم تقع منهم بدعة قط. لماذا سلك هذا الطريق؟ لأنه أسرع في إقامة الحجة على المخالف، لأنه أسرع في إقامة الحجة على المخالف. طيب نضرب مثال تاني أخير. شيخ الإسلام افتتح كتاب بيان تلبيس الجهمية بنقل مطول جدا في إثبات العقيدة في مسائل الأسماء والصفات عن أبي الحسن الأشعري. هو يرد على من؟ على الرازي، والرازي في الجملة من من؟ من الأشاعرة. لماذا اختار أن يفتتح بأبي الحسن الأشعري؟ نوع من أنواع أخوانا يعني هذا الذي جرب الحوار يعني يحدث انكسار عظيم جدا في صف المخالف، لأنك الآن لم تحتج عليه بشيء، أنت أتيته من داخل المذهب فأصبح بين خيارين، إما أن يقول أنا أخالف هذه الطبقة الأولى وبالتالي يضطر أن يقول أيكم حق وأيكم باطل،
صح؟ وإما أن يسم مذهبه بالتناقض. ولذلك المتابع فيكم لحسن الثقاف حسن الثقاف نعم، المتابع فيكم لحسن الثقاف يعلم أنه في أواخر مناظراته صار يقول أن الأشعري على خلاف العقيدة الصحيحة، مع أنه هو بدأ أمره أشعري ومدافعا عن عقيدة الأشاعرة، لكن لما كسر عليه الاستدلال بأبي الحسن وكان منصفا في أنه أثبت نسبة كتاب الإبانة، راح حقق كتاب الإبانة وكل شوية علق هذا خطأ وباطل من أبي الحسن الأشعري، هذا خطأ وباطل من أبي الحسن. فأنت الآن اضطررت الليبرالي أن يقول لك أنا ماليش دعوة بجون لوك، أنا ليا فهم أنا لوحدي، أو أن يقول أنا فهمي إيه للدولة المدنية غلط، ليس أمامه إلا هذين الطريقين، ما عندوش سكة تانية. يبقى فهم الفروق بين أقوال أصحاب المذهب الواحد يعينك في إقامة الحجة عليه. وده يقودنا بقى نقطة تانية من نقاط الفجوة المعرفية، ما هي؟ حرصك في دراسة المذاهب والفرق والأقوال خاصة في العلمانية والليبرالية يكون على النصوص التي قالها مؤسس المذهب، وليس على فهم أو نقل ناس عنهم أو نقل ناس تصف المذهب. تاني، المناظرات والحوارات الحديثة يا جماعة لم تعد كالماضي، ده يتكلم ساعة وده يتكلم ساعة والكلام ده. المسألة قائمة الآن بالدرجة الأولى على ما هي عدتك من النصوص من نفس المنظومة الإيديولوجية لمخالفك التي تثبت خطأ مذهبه وتناقضه. واضح كده؟ معك إيه في ورقة من أقوال مذهبه اللي تثبت خطأ المنظومة بتاعته؟ مثلا يكلمك عن العدالة كمفهوم من مفاهيم الليبرالية، تقول له طيب أنا أريد أن أفهم العدالة كمفهوم من مفاهيم الليبرالية أسسها بالدرجة الأولى رجل يقال له، أو يعني وضع نظريتها الختامية رجل يقال له جون رولز، له كتاب اسمه نظرية في العدالة وضعه في أول السبعينيات. فتقول له أنا أريد أن أفهم، الذي أعلمه أن هناك رجل من منظر الليبرالية كتب كتابا من عامين فقط 2008 أو 2009، الكتاب ده ترجم بالمناسبة، اسمه الليبرالية وحدود العدالة. هذا الكتاب رد على من؟ على جون رولز اللي هو أسس لنظرية العدالة عند الليبرالية. فهذان رجلان ليبراليان من منظر الليبرالية اختلف في حدود العدالة وفق المنظومة الليبرالية. أمشي مع مين؟ نحن نزعم أن الأسس والثوابت في العقيدة والفقه الإسلامي والسلفي ليس فيها خلاف، لكن الأسس والثوابت والمرتكزات الرئيسية للليبرالية فيها هذا التطاحن والخلاف. عندنا أسس مفهوم العدالة في الإسلام لن تجد بين فقهاء الإسلام خلافا فيها، تجد في بعض الفروع والتطبيقات البسيطة، لكن أسس مفهوم الليبرالية فيها هذا الخلاف الواضح الظاهر. رجل ألف كتابا عددتموه 30 عاما هو النظرية الختامية للعدالة عند الليبرالية، الآن جاء رجل أمريكي من منظر الليبرالية يكتب كتابا اسمه الليبرالية في حدود الليبرالية وحدود العدالة، يرد فيه على جون رولز ويبين أن نظريته في العدالة ليست صحيحة بتمامها. واضح؟ يبقى هذه هي عدتك الرئيسية. طبعا مش دي بس، انت هتقرا الكتاب بقى، مفروض يكون لك بصيرة وأدوات تقرأ هذا الكتاب الثاني والكتاب الأول لتخرج منهم بتناقضات والخلل في المنظومة الليبرالية عن العدل. هذه هي عدتك الرئيسية، سلاحك الرئيسي في مناقشة المذاهب والأفكار. واضح؟ لماذا كان هذا هو السلاح الرئيسي؟ كلما قويت البدعة وكسرت ولم تكن السنة في يعني أوج قوتها، خاصة إذا كانت السنة ليس معها دولة، واضح؟ تحتاج إلى كسرة الكلام وإلى تعديد الحجج أضرب لك مثال. هل يستويان مثلا رد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على القدرية في حديث صحيح مسلم، ورد عثمان بن سعيد الدارمي على الجهمية في نقضه، أو رد أحمد بن حنبل على الجهمية فالرد على الزنادقة؟ الاثنين زي بعض ولا في فرق؟ فرق كبير ولا صغير؟ كبير. الأداء عند عبد الله بن عمر في زمن قوة السنة وقوة الإسلام وفتوته لا تعدو أن تكون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر له حديث جبريل
تباعدت الفجوة بين السنة والزمان الأول. الزمان الأول زمان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وزمان الصحابة والراشدين. كلما بعدت الفجوة الحق واحد يا معلم. النور الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم واحد لا يقل بالمناسبة، ولكن تكاثره الظلمة، تكاثره الظلمة. النور الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم واحد لا يقل، لكن الظلمة تحتوشه من كل جانب. كلما كثرت الظلمة كلما احتجت أنت إلى الاستمداد من الأسس العامة لهذا النور ما تكاثر به هذه الظلمة بالنور الذي معك. لكن في الأول والظلمة قليلة والنور كثير، يكفي هذا النور للقضاء على هذه الظلمة لا يجعلها شيئا. لكن إذا بدأت الظلمة تتكاثر احتجت أنت إلى أن تستمد أشعة من هذا النور. احنا عملنا نتكلم على الأخذ من المذاهب، ونحن نجيب من هنا أصول هذا في الوحي، أصول الخطاب العقلي في الوحي. يعني شيخ الإسلام تيمية له نص مهم جدا في المجلد 19 من الفتاوى يعيب فيه على المصنفين في السنة، هو لم يسمي أو لمح، لكن هو يقصد طبقة ابن بطة والأجوري، يقصد طبقة ابن بطة والأجوري رحمهم الله. ما الذي يعيبه عليهما؟ يقول أنهما جعل الاستدلال بالوحي في نطاق النقل فحسب. بمعنى مش ساعات يا جماعة يجي لك واحد يقول لك ايه انت ازاي تستدل على واحد من اهل ديانة اخرى بالقرآن، هو بيعتقد في القرآن عشان تستدل على بالقرآن، مش بيجي لك واحد يقول لك الاستدلال ده احيانا؟ طيب ما هو احسن رد على هذا الكلام؟ واحد بس يقول اتفضل مولانا. ممتاز، بدليل ايه؟ ان القرآن، حاضر الأخ بيقول لأن القرآن نفسه فيه حجج عقلية وليس نقلا مجردا، ده كلام صحيح 100%. بدليل القرآن يا جماعة خوطب به قوم يؤمنون بالقرآن ولا يكفرون به؟ يكفرون به. يعني نفس القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم والذي أقيم به الحجة موجه أصلا لقوم يكفرون بالقرآن. يبقى الرد على هذا أن تبين له أن القرآن وجه أصلا إلى قوم يكفرون به ولأن فيه الحجج العقلية التامة. هتيجي بقى على الثاني الذي يقصر فلا يضع القرآن إلا في سياق الدليل النقلي بس. هضرب لك مثال صغير. هل أنت تريد أن تستدل على رجل علماني فتقول له، يقول المولى تبارك وتعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، لا ينبغي أن تجعل هذه الآية نقلا مجردا. هذه الآية أصلا ليست نقلا مجردا، وإنما فيها دليل عقلي، فيها دليل عقلي. الله عز وجل هو أحسن حكما، هو خلقنا ورزقنا وضرأنا في هذه الأرض، فمن أعلم منه سبحانه وتعالى بما يناسبنا من الأحكام أصلا. هذا الدليل العقلي المتضمن في الآية لابد لك أن إيه؟ أن تبسطه، لابد لك أن تبسطه. مثلا أفحكم الجاهلية يبغون، أين الدليل العقلي في هذه الآية؟ الله عز وجل يقول لهم أنتم كنتم في جاهلية وعمى، في جاهلية وعمى. الإنسان العاقل إذا أراد أن يختار قانونا يحكمه لا يأتي بقانون أخذ من جاهلية وعمى، بل يبحث عن قانون أتي به من أين؟ من نور، صح كده؟ طيب الآن أنت إذا كنت تناقش علمانيا تقول له العاقل إذا أراد أن يأتي بحكم يأتي به من إيه؟ من نور وليس من جاهلية وعمى. فرنسا التي وضعت منها أكثر قوانين الدول العربية أبسط قراءة يعني لا تتجاوز 100 صفحة لجرائم هؤلاء الفرنسيين في الجزائر تريك أن هؤلاء قوم جاهليون، وهذا يعترفون هم به. يعني شارل ديغول مثلا له أقوال واضحة جدا في أن ما ارتكبوه من الجزائر قضى على الثورة الفرنسية أصلا وجميع مبادئها الحرية واللقاء والمساواة والكلام اللي ليس تحته عمل ده. فأنت تقول له أفحكم الجاهلية نبغي؟ نحن يوم ما نحتاج قانون نروح نجيبه من هؤلاء المستعمرين الذين طحنوا البلدان العربية؟ طبعا خدوا بالكم أنا بعتمد بالدرجة الأولى على أن أكثر من تناقشهم ليسوا من أصحاب العلمانية أو الليبرالية الصلبة التي تعاني الدين، لأن دول لهم سياسة تانية. يعني مثلا ما ينفعش تقول الكلام اللي أنا قلته ده لشاكر النابلسي. شاكر النابلسي هذا ليبرالي عربي يقول لا مانع عندي في أن تأتي الديمقراطية على ظهر دبابة أمريكية، لا مانع عندي أن تأتي الديمقراطية على ظهر دبابة أمريكية. فده خلاص ده مش هينفع تتكلم معاه بلان إيه، وده هذا لم يجاوز فقط حدود الدين وإنما جاوز حتى حدود الوطن. ولذلك من مميزات الإنسان المنصف لا يستحي أن يقول ذلك،
من مميزات العلمانية والليبرالية المصرية أن أكثرها إلى الآن حريص على ألا يتورط في قضية الاستقواء بمن؟ بالخارج. بل للأسف إلى الآن لم يأتي الاستقواء بالخارج إلا من طائفة الإيه؟ يعني المؤسسة الدينية الرسمية إلى الآن، لكن هذا حديث إيه؟ يفيض فيه غير يعني. يعني إلى الآن لم يأتي الاستقواء بالخارج من الليبراليين أو العلمانيين المصريين، وإنما أتى من المؤسسة الدينية المصرية. هذا مما يحزن حقا يعني. فالشاهد هذه من مميزات العلمانية والليبرالية المصرية التي أصحابها ليسوا سواء، لابد أن نعقل هذا. يعني هذه نقطة مهمة جدا، إياك أن تناقش ليبرالي أو علماني على أنه بيقول بنفس المنظومة التامة. مش عايز أعيد النقط كتير، لكن لازم أنبه على النقطة دي أكثر من مرة. نرجع تاني، يبقى أنا بعتمد على أنك في الغالب لن تناقش رجل من أصحاب العلمانية الصلبة أو الليبرالية الصلبة الذين يريدون إقصاء تاما للدين، وإنما تناقش واحد يعترف بالوحي وبالاستدلال به لكنه عنده مشكلة في تفسيرك أنت. واضح؟ طيب، من النقاط المهمة في تغطية الفجوات المعرفية هقولها بس في دقيقتين لأنها عايزة كلام كتير. تاريخ الفكر الأوروبي، تاريخ الفكر الأوروبي يقسم عادة إلى مرحلتين أساسيتين. المرحلة الأولى مرحلة العصور القديمة اليونانية الرومانية، العصور القديمة اليونانية الرومانية، ثلاثة مراحل أسف. المرحلة الثانية وهذه من إلى القرن الخامس بعد الميلاد، يعني المرحلة الأولى دي مرحلة العصور القديمة اليونانية الرومانية، هذه إلى القرن الخامس بعد الميلاد. المرحلة الثانية مرحلة العصور الوسطى، هذه من القرن الخامس بعد الميلاد إلى الخامس عشر بعد الميلاد 1500. يعني من المغالطات الطريفة أن يأتيك علماني أو ليبرالي مصري يقول لك أوروبا لم تخرج من العصور الوسطى إلا بعد أن طبقت الليبرالية والعلمانية والعقلانية والحرية والتنوير والإخوة والمساواة والعدالة. حلو جميل، لكن في نفس الوقت التي كانت فيه أوروبا تجاهد للخروج من العصور الوسطى بهذه المفاهيم كما تزعم، كان العرب والبلاد المسلمين في الشرق يعيشون أزهى أزمنة حضارتهم بغير هذه المفاهيم. بالضبط كده. فحركوا موضح. لا هو حضرتك بتقول أن لم تخرج من العصور الوسطى إلا بعد، على كلامهم يعني، إلا أن نبذت الدين. طبعا هي الحرية والعقلانية كل هذا يقول في النهاية إلى نتيجة واحدة، ما هي؟ الدين خارج الخطوط الرسمية، خارج نطاق الخدمة. المحصلة النهائية لهذه العقلانية والحرية والمساواة، المحصلة النهائية الدين خارج نطاق الخدمة. فأنت تقول له طيب أوروبا خرجت من العصور الوسطى بهذه المفاهيم والقيم، لكن في المقابل بلاد المسلمين كانت تعيش أزهى عصورها في نفس الفترة الزمنية بالضبط من غير هذه المفاهيم. ثانيا، ليس شرطا لأن ننهض نحن، لأن هو المشكلة الرئيسية أنه يراك الآن في حالة عدم نهضة فيريدك أن تنهض. كيف تنهض؟ بأن تنهض بنفس الطريق الذي نهضت به إيه؟ أوروبا. هذه مغالطة. طب ما تعالى نشوف لماذا كانت بلاد المسلمين في نفس الفترة الزمنية في حضارة وقوة من غير هذه المفاهيم. ربما كانت الطريقة التي كانت بها، التي سلكتها بلاد المسلمين لتكون في حضارة أحسن من الطريقة التي سلكتها أوروبا لتنهض. فأصبحت المسألة مش مسألة نهضة، خلاص متفقين إن لابد من النهضة، لكن محل النقاش فينه؟ مين قال إن الطريقة الأوروبية للنهضة هي الطريقة المتعينة؟ من قال هذا؟ معايا كده يا جماعة؟ نرجع تاني، العصور الوسطى من 5 إلى 15، بعد كده بقى من 15 إلى الآن. معايا؟ في ناس بتقسمها لكن انا مش عايز اقسمها عشان ما اكترش التقسيمات. من 15 الى الان يطلق عليها ثلاثة اسماء رئيسية، الاولى النهضة، والثانية التنوير، والاسم الثالث الحداثة. في ثلاث ايه؟ اسماء، نهضة وتنوير وحداثة. بعض الناس بيخص النهضة بقرنين والتنوير بقرنين والحداثة بقرنين، بيخلي النهضة 16-17 او 15-16، التنوير 17-18، الحداثة 19-20. طبعا بالمناسبة اهم معالم الحداثة هو بدء مرحلة الاستعمار الغربي للشرق. أهم معالم الحداثة هو بدء معالم مرحلة وبيؤسسوا للحداثة بالحملة الفرنسية على مصر. ما علينا، أنا مش عايز أخوض في تقسيمات، لكن أنا حبيت أذكر بس عشان ما يجيش حد يقول لك إيه ده من الجماعة الدول يقول لك بيسمي ده كله نهضة وده مش دقيق تاريخيا. لا أنا قصدي بس دلوقتي التسهيل يعني. نهضة، تفضل سيدي. Gracias.
الأخ يقول إن القرآن نفسه بقطع النظر عن الدلالة العقلية التي فيه فيه أثر تأثير. ده طبعا كلام صحيح 100%، وهذا هو معنى النقل. ما هو معنى النقل نفسه هو ما في هذا الكلام من أثر، لكن لابد أن نعي أيضا أن هذا التأثير لا يستوي، لا تستوي فيه الفطر العربية السليمة التي استمعت للقرآن أول مرة والفطر المغبشة الموجودة الآن. هيحصل التأثير، يعني هذا القرآن لكل زمان ومكان، لكن لابد أن نراعي هذه المسألة، أن التفاوت في الفطر مهم. ولذلك هذا القرآن نفسه لم يحدث نفس التأثير في أبي جهل على سبيل المثال، ليس لأن القرآن أضعف تأثيرا، لكن الموانع من الطرف الآخر إباء وعنادا واستكبارا. فلابد أن أنت تراعي من يستكبر عن النقل لا يستطيع أن يستكبر عن العقل لأنه يحرجه. وإن كان هناك من سوى كابر في العقل والنقل، يعني وذلك شيخ الإسلام يسميها صفصفة في العقليات، قرمطة في النقليات، هذا موجود يعني. طيب يبقى المراحل دي النهضة، التنوير، الحداثة، هي دي التي تحتوي على منظومة القيم التي يناقشك الناس بها الآن. من المهم جدا أن تدرس هذه المراحل الثلاثة دراسة جيدة. لماذا؟ حتى لا تقع في أن تكون المقدمة الأولى التي يرسمها لك ناصيتها بيده. هو يرسم لك مقدمة أولى، أوروبا لم تخرج من النهضة إلى 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 إلا إذا ما فعلت كذا وكذا وكذا. فنتيجة أحيانا لقلة علم المحاور يضطر يعمل إيه؟ وما عندوش علم بالمرحلة التاريخية دي كويس، يضطر يعمل إيه؟ يضطر يسلم بالمقدمة الأولى. بينما أنت لو كانت دراستك جيدة لهذه المرحلة قد تنازعه في هذه المقدمة الأولى نفسها. مثلا من طرق المنازعة يقول لك أن أوروبا لم تخرج من النهضة، من العصور الوسطى إلى النهضة والتنوير والحداثة إلا بعد أن طبقت هذه المبادئ. فتقول له مثلا أنت دارس كويس، تقول له من هو أشهر فلاسفة للتنوير؟ فولتير. أشهر فلاسفة التنوير فولتير، وفولتير هو القائل مستعد لأن أدفع روحي ثمنا لحريتك في إبداء رأيك. حلو الكلام الجميل ده. لكنك إذا درست تاريخ هذه المرحلة ستعلم أن فولتير كان أعظم مساند الحكم الاستبدادي في روسيا أو ألمانيا، واحدة من الدولتين لا أذكر الآن، يعني كان أعظم مساندي الحكم الاستبدادي في روسيا أو ألمانيا، لأنه كان يرى أن هذا الاستبداد ما دام يتبنى التنوير هو أحسن شيء، أن هذا الاستبداد السياسي وسفك الدماء الذي فعلته ملكة ألمانيا أو القيصر الروسي، أنا مش فاكر مين في الاثنين يعني، هذا الاستبداد الذي فعل هو بالمناسبة هو كان معه فيلسوف آخر يعني من فلاسفة التنوير أيضا، فواحد فيهم ساند روسيا في استبدادها والآخر فولتير ساند ألمانيا في استبدادها. لماذا؟ لأنها كانت تساندهم في نشر التنوير، الصفقة المتبادلة الشهيرة، أيها العلماني أو الليبرالي أو التنويري، ساندني أنا الدولة المستبدة في مقابل أن أقضي لك على التيارات الأصولية. يستوي في ذلك بقى المسيحية مع فولتير أو الإسلامية مع رفعت السعيد أو نحوه. أنا هضرب مثال صغير، أنا كنت زمان بقول أن العلمانيين هم من أهم العلمانيين المصريين والليبراليين المصريين من أهم دعائم تكريس الاستبداد السياسي في مصر. إزاي؟ عملوا نفس اللي عمله فولتير. كيف؟ واحدة واحدة، الصفقة متبادلة، التنويريين والعلمانيين والليبراليين المصريين رضوا من الدولة بأن تساندهم في حربهم على الأصولية وأن تفتح لهم المنابر الإعلامية، وكانوا يغضبون من الدولة حين تصنع نوعا من أنواع التوازن أحيانا، لكن في الجملة راضون من الدولة بأنها تساندهم وتفتح لهم المنابر ولو كانت الدولة مستبدة أو فيها أو فيها أو فيها. مثلا من أشهر الليبراليين المصريين ولا يتوارى عن ذلك هو الدكتور عبد المنعم السعيد، عبد المنعم السعيد. الآن الدكتور عبد المنعم السعيد كان رئيسا لمجلس إدارة الأهرام المصرية، تقال الأهرام المصرية غنية عن البيان والتعريف فيما يتعلق بتكريسها للاستبداد السياسي في مصر، صح ولا لا؟ بينما هذا الليبرالي يتسنم ذروة رئاسة مجلس الإدارة. فالعلاقة بين الليبرالي وبين السلطة علاقة تثير العجب. من أين أنت؟ أهم مفاهيم الليبرالية الليبرالية السياسية، واضح؟ لكن
الليبرالية السياسية عندهم مستعدة للتواري وللاختفاء ما دامت الدولة تحارب التيارات الأصولية. بلال فضل الصحفي المعروف أيام الهجوم على الإسلاميين أيام الاستفتاء قال عبارة نصها مقارب لنصها يعني: لابد أن يتخلى المثقفون المصريين عن الصفقة المتبادلة بينهم وبين النظام، أن يسكتوا عن استبداده مقابل أن يقضي لهم ويعاونهم على الهجوم على السلفية أو الإسلامية. الليبرالية المصرية أخوانا أشعرتنا أن اللي بيحكم إسلاميين وأن هم بيخوضوا معركة لاستعادة التنوير والحداثة ضد الإسلاميين الذين يحكمون البلاد. لو كان الإسلاميين هم الذين يحكمون أو على بعد فركة كعب من الحكم نفهم المعركة اللي كانت دائرة على الأقل، سيبنا من اللي بيحصل دلوقتي. لكن ما معنى أن المسلميون قوم مستضعفون سواء إخوان بقى سواء سلفيين يحاربون في كل مكان يمنعون من أبسط حقوقهم الإنسانية مش السياسية ومع ذلك حربكم عليهم أيضا؟ طب ما تلفوا الناحية التانية، الناحية التانية دولة مستبدة. لكن لابد أن تفهم هذه الحقيقة جيدا. إذا درست تاريخ هذه المرحلة تستطيع أن تقول له لم يكن فلاسفة ومؤسسي التنوير والحداثة بالصورة الملائكية التي تصفونهم بها. تعال شوف الرجل ده كان بيعمل إيه. تعال شوف حاجة تانية، جون لوك صاحب التسامح كان تاجر رقيق. جون لوك صاحب رسالة التسامح وصاحب رسالتان في الحكم المدني وأهم مؤسسي الدولة المدنية والحريات والعدالة والأخاء والمساواة، كان تاجر رقيق. واضح كده يا جماعة الحقيقة دي؟ هذه حقيقة صلبة ثابتة لا يستطيع أحد أن يعبث بها، كان تاجر رقيق. طيب يبقى دراستك الجيدة وتغطيتك للفجوات المعرفية عندك أعظم ما يعينك. النقاش وإقامة الحق يحتاج إلى سيل هائل من المعلومات المتعددة. ممكن في مناقشة تحتاج معلومة من تخصصك الغير ديني مثلا إذا كنت طبيبا أو مهندسا لم تكن تتخيل أن هذه المعلومة تنفعك الآن، لم تكن تتخيل أن هذه المعلومة تنفعك الآن. واضح كده يا جماعة؟ طيب أي نعم. شيخ يضيف حفظه الله أن جان جاك روسو كان يرى أن الأفارقة غير آدميين بسبب فطس أنوفهم أو فطس أنوفهم. بمناسبة جان جاك روسو أنا كان عندي معلومة عنه مش عارف راحت فين نتيجة دلوقتي. من الحاجات الظريفة أيضا، من الذي تولى وزارة الثقافة المصرية في أول وزارة شكلتها حكومة مبارك بعد إقالة الحكومة حكومة نظيف، وكانت فضيحة على مستوى يعني الوسط الثقافي في العالم العربي كله، فضيحة وجابر عصور. عارفين ليه فضيحة؟ لأن هذا أهم منظر التنوير في مصر وأحد أفراد منظر الليبرالية في العالم العربي، فضيحة. أنت لو قرأتم المقالات التي كتبت في الصحف العربية شجبا لتصرفه وتنافي هذا التصرف معه مفاهيمه وأسسه الفلسفية يعني ما. لذلك لو سألنا السؤال هل كرس العلمانيون للاستبداد السياسي في مصر، الجواب نعم. هفكركم بكلام جليل أمين تاني، ازاي انتوا هارجين لحرية الرأي عشان واحد سب المقدسات وسايبين الدولة تعمل اللي هي عايزاه؟ في مشكلة، انتوا في حاجة غلط في طريقة، يعني لستم مضطردين في مذهبكم، لستم متوائمين مع أخلاقيات فلسفتكم. طيب هنرجع تاني لبعض النقاط المهمة. لا دين في السياسة بنفس الطريقة اللي احنا بنتناقش بها يا جماعة. أول إجابة على هذا السؤال أو على هذه الجملة وعلى هذه الدعوة أنها عبارة غير صحيحة. لا وفق الإسلام والدين والوحي الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ولا وفق أسس الدولة المدنية وأسس الليبرالية والعدالة. غلط كده وغلط كده. ليه؟ إذا عدنا إلى كلام الذين أسسوا للدولة المدنية سنجد مثلا إسبينوزا ده أشهر أو أحد أشهر منظري الدولة المدنية، وبالمناسبة أحد أهم فلاسفة ما قبل التنوير أو التنوير، والذي يعني أخذ هذه المكانة العظيمة بسبب رسالة له في اللاهوت والسياسة يتكلم فيها عن علاقة الدين بالسياسة وعن
نقد النص للكتاب المقدس. يقول في نفس رسالة اللاهوت والسياهة صفحة 258 صفحة 422 يقول إن الدين لا تكون له قوة القانون إلا بإرادة من له الحق في الحكم. الآن إسبينوزا هل قال إن الدين لا تكون له قوة القانون مطلقا؟ هل قال هذا؟ قال إن الدين لا تكون له قوة القانون إلا بإرادة من له الحق في الحكم، صح كده؟ طيب يقول إن الكتاب المقدس لا يصبح قانونا إلا إذا جعلته السلطة المدنية الشرعية كذلك. إن الكتاب المقدس لا يصبح قانونا، ما قالش لا يصبح قانونا مطلقا، ما قالش لا يوجد طريق لأن يكون هناك دين في السياسة، بل يقول ما ممكن لكن عن طريق الآليات الايه المدنية. الآن نحن نعتقد بلا شك أن القانون أو أن الدين أو أن الوحي أو أن أحكام الله عز وجل ملزمة للجميع سواء بالآليات المدنية أو بغيرها، لكن لابد أن تعرفوا أن المناقشة أصلا بتقوم على التنازل الإلزام، بتقوم على التنازل الإلزام. مثلا الذين اتهموا شيخ الإسلام تيمية بأنه ناصبي، من أين أتوا بهذه التهمة؟ من أن شيخ الإسلام أثناء مناقشته للشيعة كان إذا طعنوا على أحد من الصحابة بشيء يقول لهم إذا جاز لكم أن تطعنوا على هذا الصحابي بهذا الذي فعله جاز لغيركم أن يطعن على علي بن أبي طالب لما فعل كذا وكذا وكذا. هل شيخ الإسلام الآن يقصد الطعن في علي؟ هو يقصد التنزل والإيه؟ التنزل والإيه؟ والإلزام. فائدة التنزل والإلزام أنه يوفر عليك مناقشات طويلة. ليه؟ النتيجة النهائية ما هي؟ مثلا ممكن أن توفر على نفسك مناقشة طويلة حوالين أدلة الوحي على أن الشريعة ملزمة بأن تقول له خلينا من مسألة أدلة الوحي. الآن ما المشكلة وفق الآلية المدنية أن يكون الوحي ملزما وفق الآلية المدنية؟ إذا أقر بهذا بالكلام اللي حملناه هننقله دلوقتي وقلناه ولسه هنقوله، إذا أقر بأن ممكن الوحي يكون ملزما بالآلية المدنية لم يجوز له لا أن يعترض على نتيجة استفتاء ولا أن يعترض على مشاركتك كديني في محاولة أن تصل بالدين إلى السياسة عن طريق الآلية المدنية. ماليش من حقك تقول لي ما ينفعش تأسيس حزب على أساس دين، مش من حقك، لأن إذا كان من الممكن الوصول بالدين إلى السياسة بالطريق المدني سيبني أوصل الدين بالسياسة بالطريق المدني. احنا الان مش لازم تقر معايا ان ممكن الدين يوصل للسياسه بس بالطريق المدني، خلاص مش من حقك تقول لي مفيش حزب على اساس ديني، لان معنى كلمه حزب ان انا عايز اسلك الطريق المدني للوصول بالدين الى الايه الحكم. مش حقك تعترض، مش من حقك ايه تعترض، مش من حقك عليك تعترض عليا بكده، مش من حقك تقول لي مفيش دين في السياسه. لا، الجمله دي بقت غلط كده. انت ممكن تقوله مفيش دين في السياسه الا بطريقه مدنيه، ماشي نقول كده هنتناقش في دي، بس لازم على الاقل ترجع المربع ده لورا علميا ومنهجيا وبالأدلة العلمية، لازم ترجع المربع ده لورا وبسرعة. مش حاجة اسمها ما فيش دين في السياسة، واضح كده يا جماعة؟ طبعا في أدلة كتير في المناقشة دي، هتكلموا عن الأصولية الأمريكية، هتكلموا عن المسيحية البروتستانتية الأمريكية الموجودة كجماعات ضغط سياسية، هتكلموا عن استدلال بعض البرلمانيين في أمريكا على مسألة منع الإجهاض بأدلة من الكتاب المقدس. طبعا هو هنا عايز يخلي منع الإجهاض قانون. طيب الآن هذا البرلمان الأمريكي بما يستدل لتدعيم هذا القانون بدليل من الكتاب المقدس على إن لا يجوز للمرأة أن توجض ولدها، يبقى هذه الصورة الخيالية إن ما فيش دين في السياسة دي فين؟ في دماغكم بس، لا هي في الليبرالية والمدنية كفلسفة ولا هي موجودة في الليبرالية والمدنية كتطبيق. فلسفة في دين في السياسة معايا، تطبيق في دين في السياسة. طب امال ايه لا دين في السياسه؟ هي دي النقطه اللي انا عايز اوصل لكم يا جماعه. الجماعه دول بيجتزئوا مفاهيم معينه يصدروها للناس على ان هي التفسير الوحيد للليبراليه، وبالتالي يبداوا يبنوا عليها. اول خطوه، انت سامحني استعمل التعبير ده، اول خطوه بتلعب معاهم فيها انك تثبت لهم ان تفسيركم ده ملاكي بتاعكم انتم، لا هو الفلسفه بتقول كده ولا هو التطبيق الفلسفه في الدول الغربيه بيقول كده، بيقولوا انتم بتعملوا ده، وبالتالي بما انه ملاكي فالملاكي بتاعكم مش احسن من الايه؟ من الملاكي بتاعي بقى، انتوا بتفسروا دي بكده سيبوني انا بقى انا افسرها بتفسير تاني، واللي يقدر يقيم ادله علميه على ان الملاكي بتاعه احسن هو اللي يكسب. لكن انه يحطك في خانه انت عدو للتسامح
وانت تقول لا انا عدو للتسامح، خلوش حطك في الخانه دي، مفيش حاجه اسمها عدو للتسامح. انا عدو للتسامح، فاكرين العباره اللي قلت لكم هرجع لها تاني، انا عدو للتسامح بفهمك انت، زي ما هو مش عدو للقران بايه فهما، انا عدو للليبراليه بفهمك انت، عدو للديمقراطيه اللي انت بتفهمها انت فاهمها غلط، غلط وصح هثبت لك انها غلط، لكن انا عدو ليها بفهمك انت. لكن الديمقراطيه مثلا يعني، بس مش بقولش انك لازم تقول كده، بضرب امثله بس، المدنيه بفهمنا مش زي ما انت بتقول. تعال نتكلم، الباطل اللي فيها اضيق من اللي انت بتقوله ده، المناطق المتعارضه فيها مع الشريعه اقل من اللي انت بتقوله ده، وبالتالي ما دمت انت استباحت لنفسك تفسيرها، تعال انا بقى افسرها واخد منها الحق واضع الباطل مثلا يعني، كطريقه يعني. ما بقولش ان دي الطريقه اللي لازم تتعمل على طول، بس عموما انك المهم لا تسلم له بان التسامح في كلام منظري التسامح هو زي ما هو بيقول، لا في حاجه غلط في اللي هم بيعملوه ده، حاجه غلط. من العبارات الطريفه الدكتور جلال امين تاني بتكلم عن روايه حصل فيها سب للمقدسات يعني، فبقول ان الروايه دي عمل علمي ضعيف اصلا، ما ينفعش نقول عليه حريه راي، هو اصلا له ادب وله ابداع ولا بتاع. فطلع له واحد قال له لا اصل مش اي حد يتكلم في النقد الادبي، مش اي حد يتكلم في النقد الادبي، اصل النقد الادبي له اصوله، وقعد عمل له صفحتين من الكلام اللي ما بتفهمش في ان الروايه دي احد اعمال تراث الانسانيه. فالراجل قال له طيب مش اي حد يتكلم في النقد الادبي، واصلا النقد الادبي له اصوله، ممكن افهم ليه بقى شايفين ان اي حد يتكلم في الدين كده؟ يبقى انتوا بتخلوا النقد الادبي كهنوت زي اللي بيخلوا الايه الدين كهنوت. فاهمين المشكله يا جماعه؟ انا عايز اوصلكم لايه، اريد ان اصل بكم الى ان هناك اليات في المناقشه اوسع من الخطوط المباشره. الخطوط المباشره انت محتاجها بلا شك، لكن مع المراوغين ومع الذين لا ياتونك من باب واحد، ولا ياتوا البيوت من ابوابها، ولا ياتون البيوت من ابوابها، محتاج ان انت كمان تنوع اساليبك، وان انت تعرف من اين تؤكل الكتف كما يقولون يعني. هكمل معلش بالنسبه لمساله الدين في السياسه، انا مش هنقل النقلات كلها، لكن في ايه نقل مهم شويه. شوف بقى سيدي، جون لوك يقول قوانين عباده الاله الواحد غير المنظور هي قوانين الشعب اليهودي، وهي جزء من النظام السياسي حيث الله هو المشرع. فاذا دلني احد، ده جون لوك، على دولة في ذلك الزمان تقوم على هذا الأساس، يعني على أساس أن الله هو المشرع، فإنني في هذه الحالة أقر وأعترف بأن القوانين الكنسية هي جزء مما هو مدني. فكرة جون لوك، الكنيسة ليس في موادها قوانين تحكم دولة، لو في دين في بنوده قوانين تحكم دولة ما عنديش مشكلة إنها تخش بالطرق المدنية. واضح كده يا جماعة المعنى؟ يقول المستشار سعيد العشموي، طبعا اللي يعرف سعيد العشموي ده يا جماعه يعرف انه احد اقطاب العلمانيه في مصر، وانه طبعا كان المستشار هو احد اقطاب العلمانيه في مصر، واحد الوجوه التي كانت يعني ينصبونها كقاضي ليحكم على الاسلاميين في القضايا امن الدوله، اختيار موفق يعني. يقول الحكومه المدنيه او نظام الحكم المدني هو النظام الذي تقيمه الجماعة مستندا إلى قيمها، مرتكزا إلى إرادتها، مستمرا برغبتها. يعني المهم عنده في المدنية أن تقيمه الجماعة مستندا إلى قيمها وإرادتها ورغبتها، حتى هذا الحكم المدني لا يخرجها عن هذه المدنية حتى ولو طبق أحكاما دينية أو قواعد شرعية. سعيد العشماوي أحد أقطاب العلمانية، لكن الصحفيين، ودي نقطة مهمة يا جماعة، الفلسفة بتبقى فوق والناس تحت، مين الواسطة؟ الصحافة، والصحافة تجتزئ من كلام الفلسفة. أصل عمل الصحافة هو عملية الفلترة بين الواقع وبين ما يصل إلى الناس، فبيحصل عملية فلترة بين كلام الفلاسفة وبين الناس، بحيث لا يصل من كلام الفلاسفة إلى الناس إلا ما يخدم قضية الصحافي الفكرية أو السياسية. ذكائك إنك تقضي على عملية الفلترة دي، تهدمها. واضح كده يا جماعة؟ ده ذكائك. فتقول له طيب سعيد العشماوي اللي انتوا بتنقلوا مقالاته والمستنير وفلان، واحد من الصحفيين مرة نقل كتبه وقال لك ان بتباع في مكتبة ما عرفش ايه، طيب سعيد العشماوي بيقول اهم حاجة ان يكون مستندا الى قيمتها، مرتكزا الى ارادتها، مستمرا برغبتها، حتى ولو طبق احكاما دينية او قواعد شرعية. يبقى لا دين في السياسة، العبارة دي لسه صح؟ ما
معلش صح كده، في مشكله في الكلام. طيب هنيجي بس اتفضل سيد. الذين امنوا اليهود والنصارى على ان كل الاديان جميله، لكن انا غرضي دلوقتي احنا عايزين نخش في النقطه المهمه اللي هي نقطه التقاطع بين الفلتره وبين. طيب هنيجي بقى لنقطه مهمه جدا لما يكلمك عن الحريه والعداله والمساواه والتسامح. احنا كنا اتكلمنا، هنقول امثله تانية على مساله القيمه وتفسير القيمه. في فيلم مشهور او فيلمين اذيعهم في امريكا في فترات زمنيه مختلفه، الاولاني اسمه البرتقاله الميكانيكيه والثاني اسمه الاغواء الاخير للمسيح. الاولاني اسمه البرتقاله الميكانيكيه والثاني اسمه الاغواء الاخير للمسيح. الفيلمين مرتكزين الى روايه، الفيلمين منعوا من العرض من جميع الدور على العرض الامريكي. يبقى جورج بوش لما يتصل برئيس وزراء الدنمارك علشان يقول له انه مش شايف ان الاعتراضات على الرسوم المسيئه مبرره، ده بيضحك علينا صح ولا لا؟ واستقبل سلمان رشدي، انتوا كده عندكم حاجه غلط، اشمعنا ده من الحريه والعداله ومعرفش ايه والاغواء الاخير للمستوان؟ احنا نرفض ان يكون في حاجه كده، بس احنا بنبين تناقض. بالمناسبه البرتقاله الميكانيكيه ده ليس سبا في مقدسات ودين والهه، البرتقاله الميكانيكيه ده باختصار شديد يتكلم عن اثر الاله الاعلاميه، وان من الممكن الوصول بالانسان عبر الاله الاعلاميه الى انسان الي عبر الآلة الإعلام. وبيشجب الحضارة الغربية من هذه الوجهة أنها تستطيع بآلاتها، بل استطاعت أن تحول الإنسان الغربي إلى إنسان آلي يفكر كما تفكر التلفزيون. فمنع من العرض لأجل هذا، منع من العرض لأجل هذا، يعني حتى مش مقدس ولا دين ولا الغضب الشديد جدا من الفاتيكان على فيلم شفرة دافنشي وبعد كده ملائكة وشياطين. يبقى إذن زي ما يا جماعه ما الناس دي من حقنا ترفض، احنا كمان هنرفض في ايش معنى يعني؟ واضح. نضرب مثال تاني. لجنه مكارثي، لجنه مكارثي دي لجنه حصلت بعد الحرب العالميه الثانيه بحوالي 10 سنوات او 15 سنه في امريكا للتحقيق مع المثقفين الامريكيين للتاكد من ان احدهم لا ينتمي الى الافكار الشيوعيه. يعني اذا امريكا نفسها حققت فترة طويلة جدا مع المثقفين والمخرجين والسينمائيين لم يتركوا أحدا، تدور حول شبهات بس أنه يميل إلى الفكر الشيوعي. يبقى إذن العدالة والحرية الغربية والفلسفة في التطبيق تدخل في نطاقات من التقييد. معايا؟ خد بالك ممكن اللي بيناقشك ده يقول لك ماشي بس أنا مش هاخد بنطاقات التقييد بتاعتهم دي وهسيب الحرية مطلقة. هقول لك على طريقة تستعملها معاه بس ما تستعملهاش على يعني أهله، يعني عشان من باب أدب الحوار يعني. قل له يعني هل من حق رجل مثلا أن يسمح لابنته بأن تسير عارية وفق هذا المفهوم؟ يعني هل من حق رجل أن يتاجر في المخدرات وأن ينقلها عبر البلاد باعتبار أن دي حرية؟ فهو هنا هيسمح لنفسه بتقييد الإيه؟ أنا عايزك توصل معاه إن ما دمنا وصلنا إلى مرحلة أن من حق أن تقيد الحرية، يبقى أيضا أنا ليا نفس الحق، وبقى اللي يرجح ما بيني وبينك أدلتي وفلسفتي وفكري وأدلات العقلية والنقلية على التقييد أصح أم أدلتك؟ نتناقش في النقطة دي، ما تبدأش معايا من نقطة أنت بترفض الحرية. واضح كده يا جماعة أنا عايز أوصل ليه؟ أنا بكتب أكثر من الأمثلة. طبعا أشهر مثال نعيشه جماعة جميعا هذه الأيام أزمة النقاب في فرنسا. أنا أريد واحد بس يعني له إنصاف وعقل يكلمني ثانية عن بلد النور والحريات فرنسا. والله يعني بيضحك على نفسه الذي يتكلم بعد ذلك عن بلد النور والحرية والإخاء والمساواة وأسس الثورة الفرنسية، بيضحك على نفسه ليس أكثر ولا أقل. طيب بيقولوا أنه لا حرية لأعداء الحرية، لا حرية لأعداء الحرية. بتسمعوا العبارة دي طبعا لما أنت تطلبوا بالحرية معاك يقول لك لا حرية لأعداء الحرية. المناقشة رقم واحد، لا حرية لأعداء الحرية كقيمة صح، لا حرية لأعداء الحرية بتفسيرك، الحرية بتفسيرك أنت غلط، لأن القيمة التي هي الحرية لا تساوي تفسيرك.
في فجوة ما بين الاثنين، زي ما انت بتقول ان في فجوة بين القرآن وبين تفسيري، صح كده؟ لكن الرد المهم بقى لو رجينا نرجع تاني للفلسفة الغربية اللي هي المفروض انها مؤسسة لهذا الذي يزعمه، هتجد ان مثلا يقول كارل بوبر، كارل بوبر ده احد اهم فلاسفة العقلانية والديمقراطية والتنوير في اوروبا، هو مات من حوالي 15 سنة. يقول يعني مش هنجيب بقى جون لوك دلوقتي والناس بتاعه زمان دي خالص، لا نتكلم الان فيه. يقول لكي نكون عقلانيين ليس علينا فقط ان نكون متسامحين ولا دغمائيين، بل ايضا حياديين كليا حتى لو في ايذاء اكثر الاراء سوءا. يعني كارل بوبر يقول بالمؤمنين بالليبرالية لابد ان تكون حياديا ولو امام اكثر الاراء سوءا. الان ما هو لو افترضنا جدلا يعني اننا اعداء الحرية، هل كوننا اعداء الحرية اكثر من ان احنا نكون اكثر الاراء سوءا؟ داخلين في نطاق اكثر الاراء سوءا، يعني عدو الحرية داخل ننتقد اكثر الاراء سوءا. طب كارل بوبر يقول حتى لو في ايذاء اكثر الاراء سوءا، وان نعترف بان كل الاراء، ما قالش كل الاراء ما عدا عداوة الحرية، وان نعترف بان كل الاراء قابلة للدفاع عنها وان كل الاراء متساوية. تمام؟ طيب من النقاط المهمة يا جماعة ما يسمى بنسبية الحقيقة، يعني مثلا ان مفيش حقيقة صلبة، وان رأيك صح ورأي صح معايا، وان لابد لكي نؤسس للتسامح ان نؤمن بعدم اليقينية الاخلاقية وعدم اليقينية في الحقائق، صح كده؟ طيب اي واحد يكلمك بالطريقة دي قوله طيب اول حقيقة غير يقينية هي كون الحقائق ليست يقينية. تاني، إذا أتاك من يقول إن الحقائق غير يقينية وإن ممكن وإن أنت صح، هو ما بيقولش ممكن أنت تكون صح وأنا أكون صح، بيقول لك أنت صح وأنا صح، وإن عشان نؤسس التسامح لابد أن نعترف مثلا إن جميع الآراء صح وجميع الأديان صح، وإن يجب أن نعتقد بإمكان خطأ ما نؤمن به إذا كنا نريد فعلا أن نتسامح مع آراء الآخرين. اللي بيقول الكلام ده توماس مارتنز، يقول يجب أن نعتقد إذا كنا نريد فعلا، يقول يجب أن نعتقد بإمكان خطأ ما نؤمن به إذا كنا نريد فعلا أن نتسامح مع آراء الآخرين. أول شيء يمكن أن يكون خطأ هو قولكم بأن الحقائق كلها يمكن أن تكون خطأ. واحد ممكن يقول لي اللي انت بتقوله ده مثلا صفصطة، لا، اللي هم بيقولوا ده هو بعينه الصفصطة، انه لا توجد حقيقة، وهذه الحجة في ابطال الصفصطة هي حجة اشهر الفلاسفة الذين ابطلوا الصفصطة، اللي هو مين؟ سقراط. قال لهم انتم بتقولوا ان ما فيش حقيقة وان كل الحقائق نسبية وان كل الحقائق غلط وان المعيار الوحيد هو وجهة نظري، فهو بيقول لهم أول حقيقة بالصورة دي لم تعد يقينية هي كون الحقائق غير إيه؟ يقينية. مفهومة الفكرة دي يا جماعة؟ مفهومة؟ بما فيها وجودك أنت نفسك كمتكلم ممكن تكون مش موجود. بالمناسبة في بعض الفلاسفة الغربيين مشوا في الطريق ده إلى النهاية وقالوا أنا الوقت قاعد بكتب، فمن الذي قال أنني بالفعل أكتب وأنني لا أتخيل أني أكتب؟ أيوة ما تضحكوش، هناك قوم من هؤلاء الفلاسفة الغربيون لا يصدق عليهم في كلامهم إلا أنهم قوم سكارى، قوم سكارى والله. بعض أولئك الفلاسفة يكتب كلام أنت تقرأه هل يقول هذا عاقل؟ بعض ما يسمى بفلسفة ما بعد الحداثة الآن اللي هي فلسفة العدمية معايا، أنت إذا قرأت بعض كلامهم، يعني مثلا من كلام فلسفة ما بعد الحداثة يقول مثلا دكتور محمد إسماعيل مقدم كتب كلاما يقول من حقي أن أفهم هذا الكلام كما أريد، وإذا أتى الدكتور محمد إسماعيل يقول إنما أردت كذا ولم أرد ما فهمت، فأقول له لقد مت بعد أن خرج النص من يدك، ومن الآن أصبح النص في الهواء الطلق لا علاقة بينك وبين النص، ومن حقي أن أفسره كما أشاء، وتفسيرك لقولك لا يختلف عن تفسيري لكلامك. شايفين الكلام تحكوا منه ده؟ نفس الكلام ده هو ما يأخذه أصحاب القراءة المعاصرة والحدثية للقرآن الكريم. هذا الكلام لمجرد أن قالوا جاك دريدا أو ميشيل فوكو أو بعض فلاسفة ما بعد الحداثة خلاص أصبح هو آخر صرعة
بصراحه دي كلمه موضه بالخليجيه، اخر موضه في ايه، في عالم الافكار، وبالتالي لابد ان احنا نجيبها ايه عندنا احنا كمان. اشهر فيلسوف رد على المجموعه دي فيلسوف الماني اسمه يورجن هابرماس. يورجن هابرماس ده اهم ردوده على الجماعه دول ان من عيوب الحداثه بعدها عن الدين، الحداثه اللي هي المرحله الجديده والعقلانيه والتنويريه، وان اذا اردنا ان نرد على الجداد دول بتوع ما بعد الحداثه، بتوع ان ما فيش العدميه دول، احسن من اهم الوسائل ان احنا نرجع الحداثه للدين تاني. لازم العقلانيه ترجع للدين تاني، والا مش هنعرف نرد على الناس دول، لان الناس دول في كلامهم طبقوا من العقلانيه لاخر الايه الخط، وبالتالي الوسيله الوحيده ان احنا نرد عليهم ان احنا نرجع تاني مربع لايه للخلف. كده واضح يا جماعه؟ اخر نص عايز اقوله النهارده بعد كده ايه الصلاه او الاسئله. يعني في مؤتمر عقد في فلوريدا عام 2007، عنوان المؤتمر العلمانية الإسلامية. والله في فلوريدا عام 2007 العلمانية الإسلامية. في بقى عرب ومسلمون علمانيين. البيان الختامي للمؤتمر هقول منه قطعة بس. نحن العلمانيون المسلمون والأشخاص، طبعا انا عدلته كان في اخطاء يعني في في النحو يعني، والاشخاص العلمانيون من المجتمعات الاسلاميه، نحن مزيج من المؤمنين والمتشككين وغير المؤمنين، اجتمعنا من اجل صراع هائل ليس بين الاسلام والغرب، وانما بين الاحرار اللي هم وغير الاحرار اللي هم احنا، واننا ندعو حكومات العالم، شد سطر بقى، ندعو مين؟ حكومات العالم الى رفض، انا والله بضحك يا اخوانا، ليس استخفافا بمقام المسجد وانما استخفافا بهذا الكلام، والله كلام يعني. ولذلك عملية الفلترة لا توصل هذا الكلام الى العامة، توصلهم كليات كده كلام عام، عقلانية وتسامح وحرية والدين وعشان الدين، وبعد كده لو وصلوا للسياسة هيبقى في حرام سياسي، الكلام الايه المخفف اللايت ده. وبالتالي وظيفتك سواء في النقاش او حتى في الخطاب الاعلامي ان تفضح عمليه الترشيح والفلتره التي يحدثها هؤلاء. نرجع تاني، واننا ندعو حكومات العالم الى رفض تحكيم الشريعه. طيب بالعقل كده، هي حكومات العالم هترفض تحكيم الشريعه فين يعني؟ عندها؟ لا، المطلوب اثباته انهم يدعون حكومات العالم الى رفض تحكيم الشريعه في بلاد مسلمين. والمحاكم الشرعية وحكم رجال الدين والتزام قوانين الدولة بالدين، إننا نطالب والاعتراض على كل العقوبات، يعني يطالبون حكومات العالم بالاعتراض على كل العقوبات التي تحرم انتهاك المقدسات والارتداد عن الدين. أنا شوف يعني من أين إيه يعني يسبون مزمما وأنا محمد، هو غصب عنه قال إيه تحرم، هو عايز يلغي العقوبات اللي تحرم انتهاك الإيه المقدسات، فسماها مقدسات وسماها ردة عن الدين من غير أن إيه، ويطلب من حكومات العالم أن تحارب العقوبات التي تفرض على انتهاك المقدسات. أنا أريد أن أعرف هل العقلانية والحرية لا تستقيم إلا بانتهاك المقدسات والارتداد عن الدين؟ يقول إننا نطالب بتجريد الإسلام من اختطافه، إننا نطالب بتجريد الإسلام من اختطافه. هذا يوصلنا إلى النقطة النهائية وهي القرآن، ولكن مش بفهمكم، القرآن مش بفهمكم. هناك نقطتان رئيسيتان، الأولى كذلك القرآن ليس بالفهم الذي تختارونه أنتم من وسط التفسيرات ومن وسط الفهوم من غير أي موضوعية علمية، يعني القرآن ليس بتفسيرنا، ده تحيز ضدنا مش مشكلة، كذلك لا يكون بتفسير تختارونه من وسط التفسيرات لمجرد كونه مقارب ليه لما ترغبون، صح كده؟ يبقى إذن نيجي بقى للنقطة الثانية، لابد أن نلتقي في منطقة وميزان يحكم لنا ما هو التفسير الحاكم. لماذا قلت لكم أن هناك أناسا قالوا موت المؤلف وأن ما فيش وأن النص يفهم؟ الناس دي أعقل، عارفين أن لو وصلنا لمرحلة التفسيرات سنجد أن أكثر ما نختلف فيه مع العلمانيين ليس فيه إلا تفسير واحد من لدن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر مشايخ الأزهر بما فيهم الشيخ سيد طنطاوي رحمه الله. في نقاط صلبة تستطيع أن تستدل بها من كلام جميع هؤلاء
تحتج بها على أولئك العلمانيين في التفسير الليبرالية في تفسير النصوص. لكن هو يريد أن ينزع إلى تفسيرات. لذلك في نشاط في عملية طباعة كتب محمد أركون، كتب محمد عابد الجبري، كتب عبد المجيد الشرفي، الكتب التي تفسر الإسلام بنفس آلية تفسر القرآن بنفس آلية جاك الدريدة ومشيل فوكو، اللي هي لا ترجع لأي أسس علمية. يعني ما فيش أي أسس علمية في الفهم، لأنه يعلم أنه لو أتى أنت وهو إلى موازين الفهم التي وضعها علماء المسلمين من لدن الصحابة إلى آخر مشايخ الأزهر، الانتصار سيكون لمن؟ لك أنت. الانتصار سيكون لك أنت. لو قاعد يدور يعني مثلا آخر ما يستطيع أن يجد في مسألة المرتد أن يجد قولا بعدم قتله، آخر ما يستطيع أن يجده، لكنه لن يجد قولا بعدم تكفيره وبعدم التفريق بينه وبين زوجته، لن يجد. فبالتالي الأذكياء منهم يعرفون أنه لو دخل معك في معركة التفسير سيكتشف أن المسألة ليست تفسيرنا نحن، وإنما هي تفسير سائر علماء المسلمين. فبالتالي يعني يريد أن يعمل حاجة من الاثنين، أن يبحث له عن تفسير ولو في قارعة الطريق، وهذه ليست من الموضوعية العلمية على الإطلاق. وأبسط دليل على كده أنه إذا كان طبيبا قل له أنت إذا أردت أن تعرف التفسير مرجع تقرأه في الطب مثلا، هل يكون تفسير الكلام الموجود في هذا المرجع في قارعة الطريق؟ أم هناك آليات لفهم كلام هذا الطبيب أو صاحب هذا المرجع الطبي؟ كذلك المهندس، كذلك القانون. القانون هل تفسير القانون في قارعة الطريق ولا هناك مذكرات تفسيرية يضعها القانونيون؟ يبقى إذن أخذ تفسير من قارعة الطريق لا هو علمي ولا هو منهجي. ليس تفسيري آمين، لكن ليس تفسيرك وليس تفسير أن تأتي به من قارعة الطريق، وإنما بنفس الآليات. وبالتالي سنأتي إلى آلية تفسيرية أو وجهة نظر محايدة ليست إسلامية. الدكتور عبد الرزاق السنهوري، عبد الرزاق السنهوري ده أحد فقهاء القانون المصري، وهو وضع الأسس العامة للقانون المصري أصلا، ورجل ليس منتميا للتيار الإسلامي، صح كده؟ يبقى بالتالي ليس تفسيري وليس فهمي. ماذا يقول؟ يقول لقد أعطى الإسلام للعالم شريعة هي أرسخ الشرائع ثباتا، وهي تفوق الشرائع الأوروبية، وإن استقاء تشريعنا المعاصر من الشريعة الإسلامية هو المتسق مع تقاليدنا القانونية، إنها تراثنا التشريعي العظيم، وبهذا يتحقق استقلالنا في الفقه والقضاء والتشريع، إنها النور الذي نستطيع أن نضيء به جوانب الثقافة العالمية في القانون، لقد اعترف الغرب بفضلها فلماذا ننكره نحن؟ وما بالنا نترك كنوز هذه الشريعة مغمورة في بطون الكتب الصفراء ونتطفل على موائد الغير نتسقط فضلات الطعام. ده إسلامي؟ لا. قانوني؟ فقيه في القانون، أكبر فقيه قانوني، كتابه في الخلافة الإسلامية وكيف تكون مؤسسة لكومنولث عربي أحد الكتب التي اعتمد عليها الاتحاد الأوروبي في وضع فلسفة الاتحاد الأوروبي. كتابه ترجم من حوالي 7 أو 8 سنوات، ترجمته الدكتورة نادية العور رحمه الله، كتابه من الكتب المهمة جدا، كيف تكون الخلافة الإسلامية مؤسسة لكومنولس أو اتحاد عربي. واضح؟ أخذه الغرب وهو كان من أحد الكتب التي وضعت في الاتحاد الأوروبي. هذه المعلومة للدقة العلمية يعني أنا أخذتها من أحد دكاترة القانون. واضح؟ طيب، نفس الدكتور عبد الرزاق السنهوري يقول الإسلام دين ودولة، ملك إلى جانب العقيدة، وقانون إلى جانب الشعائر، والنبي صلى الله عليه وسلم هو مؤسس الحكومة الإسلامية، مش الخميني يعني. كما أنه نبي المسلمين، أقام الوحدة الدينية والوحدة السياسية، ووضع قواعد الحياة الاجتماعية والحياة السياسية، فالإسلام دين الأرض كما هو دين السماء. إن الإسلام دين ومدنية، والمدنية الإسلامية أكثر تهذيبا من المدنية الأوروبية، والرابطة الإسلامية هي المدنية الإسلامية، وأساسها الشريعة الإسلامية. فقيه قانوني وليس عضوا في الإخوان المسلمين، وأحد أعضاء لجنة القانون التي وضعها جمال عبد الناصر لتأسيس القانون المصري. بعد ذلك ما عجبهمش كلامه وضرب بالحذاء في مجلس الدولة. وأمتنا أمة ذات مدنية أصيلة، وليست الأمة الطفيلية التي ترقع لمدنيتها ثوبا من فضلات الأقمشة التي يلقيها الخياط. يعني أحب في الختام أن أشكر الشيخ محمد إسماعيل، وإن أنا حاضر يعني. بسم الله. طيب، أهم الكتب بالترتيب لفهم الليبرالية والعلمانية فهما عميقا وليس سطحيا. ها
هذكر كتابين الأول بس هذكر عيبهم الرئيسي حتى ننجو منهم. كتاب العلمانية للشيخ صفر الحوالي حفظه الله، وكتاب حقيقة الليبرالية لعبد الرحيم صميل السلمي. دول كتابين أساسيين، لكن فيهم عيب رئيسي هو اللي بيخليك هتحتاج حاجة تانية. ما هو؟ كثرة اعتمادهما على المراجع الوسيطة وعدم نقلهما من النصوص الأصلية لمؤسس الدولة، مؤسس العلمانية والليبرالية. كتابين مهمين جدا لا غنى عنهما. العلمانية دكتور صفر الحوالي حفظه الله، حقيقة الليبرالية دكتور عبد الرحيم صميل السلمي حفظه الله. العلمانية نشر مكتبة الطيب، حقيقة الليبرالية نشر مركز التأصيل وتوزيع حضار ابن الجوزي السعودي. كتابان مهمان جدا، لكن أهم حاجة تنتبه ليها كثرة النقل من المراجع الايه الوسيطة. ما بينقلش كتير من المراجع الأصلية، بينقل لكن مش كتير. واضح؟ لذلك ننقل بقى على المهم جدا بسبب كثرة النقل من المراجع الأصلية. كتاب نقد الليبرالية الطيب بوعزة، نقد الليبرالية الطيب بوعزة، ده من منشورات المنتدى الإسلامي مجلة البيان، وصاحبه متمكن جدا من الفرنسية، وبالتالي كثير النقل من المصادر الأصلية. أيضا في كتاب رأيته النهاردة عند الشيخ محمد حفظه الله أعجبني جدا حقا يعني، وهو مهم جدا لكثرة نقله عن الليبراليين المصريين. وأنا نفسي كنت أجد شح في المراجع فيما يتعلق بالليبرالية المصرية، لكن هو دقيق جدا في نقل كلامهم. ومن النقلات المفيدة اللي استفدتها منه اليوم أنه ذكر أن الإعلان التأسيسي أو أحد الأخبار الإعلانية الرئيسية التي كانت عن قناة أون تي في في بدايتها، قال مديرها ستكون هذه القناة مركز تجمع للليبراليين. هذا من النصوص المهمة جدا. الكتاب اسمه الفكر الليبرالي تحت المجهر، الدكتور محمود الصاوي، لكنه للأسف من غير دار نشر يعني. الفكر الليبرالي تحت المجهر، دكتور محمود الصاوي، هذا دكتور في جامعة الأزهر. ومن الفوائد أيضا في النقاش أن هذا ليس سلفيا، ليس ربما ليس إخوانيا، معايا؟ دكتور في جامعة الأزهر، لو هو إخواني مثلا بحث محكم من ثمانية أساتذة بجامعة الأزهر وإدوا للبحث درجة جيد جدا. واضح كده يا جماعة؟ ما عدتش المسألة إيه؟ تفسيرنا. الفكر الليبرالي تحت المجهر محمود الصاوي. من الكتب المهمة جدا لكنه للأسف صعب، يحتاج لأدوات معرفية لكن الصبر عليه مهم، هو كتاب العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة للدكتور عبد الوهاب المسير. طبعا هو الكتاب فيه الدكتور بينظر من رؤية نظر معينة قد لا تكون كنظراتنا، لكن هو مهم حتى في بعض الانتقادات عليه، لكن في الجملة الكتاب مهم جدا. وهو من رافضي الدولة المدنية بمعناها المتداول في الصحافة الآن، ويسميها الدولة المتغولة، يعني الدولة الغول، يعني يسميها الدولة المتغولة وليس إسلاميا بالمعنى الدقيق يعني. من الكتب المهمة، وإن كان هو يعني في مقالات صحفية أكثر منه كتاب علمي، لكن في تدريب عقلي كويس، كتاب الشيخ عبد العزيز الطريفي عن الليبرالية. واضح كده يا جماعة؟ كتب جون لوك اللي يستطيع أن ننزلها موجودة على معظمها على النت. رسالة اللاهوت والسياسة الإسبينوزا موجودة على النت، رسالة التسامح لجون لوك موجودة على النت، رسالة في الحكم المدني لجون لوك موجودة متوفرة بي دي اف معايا. يعني انك تنزل الكتب دي وتقراها، الكتاب ممكن يكون 80 صفحة، ممكن ما تفهمش 40 او 50، او تفهم بصعوبة، او تفهم كله حسب المستويات العلمية. انا نفسي في حاجات ما بفهمهاش، لكن تستطيع انك تستخرج نقول مفيدة، وتستطيع بالصبر على الفهم ان انت ايه توصل ان شاء الله. وبالمناسبة يا جماعة، اكثر، مش عايز اقول احكام احصائية، لكن عدد لا بأس به من الليبراليين والعلمانيين ليسوا بالقوى العلمية التي تظنونها، وليسوا متمكنين حتى من أدواتهم المعرفية الخاصة بهم. وبالتالي مجرد أن احنا نتجاوز هذه الفجوة المعرفية سيكون معنا الايه الحجتان، الوحي بما فيه من عقل ونقل، ونفس التمكن من الأداة العلمية. وتذكرون أن شيخ الإسلام ابن تيمية أهم أدواته المعرفية هو تمكنه من ايه، من هذه المذاهب والفرق ومقالات أصحابها، وكيف استطاع أن يضرب بعضهم ببعض، حتى أن له طريقة جميلة جدا. هناك فيلسوف يهودي اسمه أبو البركات البغدادي، وآخر يهودي اسمه موسى بن ميمون. هذان الفيلسوفان اليهوديان لهما ردود قوية على فلسفة أرسطو التي قال بها ابن سينا وابن رشد. شيخ الإسلام يستفيد
من ردود أبي البركات البغدادي اليهودي ده وموسى بن ميمون اليهودي على أرسطو بعد أن ينقح الحجج ويخلصها من الأخطاء في الرد على ابن سينا وابن رشد. شايفين الدائرة المعرفية عاملة إزاي؟ مثلا كلام نقاد الحداثة ونقاد العقلانية الغربية تستطيع أن أنت تستفيد منه في الرد على، يعني تستفيد بردودهم على بعضهم الذي كتب كتابا الليبرالية في حدود العدالة ليرد على نظرية العدالة عند الليبرالية، تستطيع أن تستفيد من إيه؟ من هذه الردود. لكن طبعا دي خطوات معرفية لازم تكمل فيها أدوات، لكن إيه من صار على الضرب وصل يعني. ما هو الأخ يقول كانت هناك حلقات في إحدى الفضائيات عن الأخطاء المنهجية عند من ينتقدون الوهابية، هل يمكن تلخيصها لنا؟ طبعا مش هنقدر نلخصها دلوقتي، مسألة صعبة، لكن هذكر بس أهم خطأ. إن أحد مشاهيرهم وهو الدكتور علي الأصواني قال، أو حلم النمنم واحد من الاثنين يعني، قال إن ابن عبد الوهاب تأثر بالشوكاني، وطبعا أبجديات المعرفة إن ابن عبد الوهاب مات قبل أن يولد الإيه؟ الشوكاني أصلا يعني، فيعني نوع من أنواع الاستسهال بطريقة غريبة يعني. لازم نفكر يا جماعة. أنا فاكر أني كنت ناقشت مرة أحد المشايخ في أحد الكتب، وكان في هذه المناقشة شدة يعني لا أرضها الآن يعني، لكن الذي آزاني أكثر من هذه الشدة أنني طالبته في هذا الكتاب ألا يفكر. يعني هذا الشيخ اللي أنا كنت مناقشه في أحد الكتب ده معايا، الذي آزاني أكثر من الشدة اللي أنا اشتدتها في النقاش ولا أرضاها الآن، أنني طالبته ألا يفكر وأن يسلم عقله إلى علماء آخرين يقول بقولهم ويريح دماغه ما يفكرش. أنا دلوقتي أنا يعني لما أفكر في هذا الكلام أنا لا أدري كيف كتبته، لكن الإنسان يتطور علميا يعني، لابد أن تفكر دائما وأن تعمل عقلك دائما في حدود قدرات العقل وفي حدود معرفتك العلمية. بعض الناس يقول لك إيه، أنت لما بتقيد العقل أنت لا تؤمن بحرية العقل في التفكير. لا، أنا أؤمن، لا أؤمن بحرية عقلك أنت، أدواتك المعرفية ناقصة. الآن المثل المشهور عن الجماعة الذين أتوا إلى الفيل في الظلام فأمسك أحدهم بالخرطوم وأمسك الآخر بالذيل فصار كل واحد منهم يصف إيه شيئا. مشكلة العقل أحيانا لا تكون فيه هو العقل يا جماعة، أداة خلاط، لابد أن تعطيه مادة لينتج لك إيه نتاج، وبالتالي المشكلة لا تكون في العقل في الآلاء، الخلاط سليم والله ما عندناش اي شك في الآلة نفسها انها سليمة، شكنا الرئيسي في ادواتك المعرفية لما بتدخلها جوه الخلاط. الدكتور علي الأصواني او حلم النمر اللي اذكر ايهما لما دخل جوه الخلاط ان الشوكاني قبل الشيخ محمد عبد الوهاب طلع نتيجة ان محمد عبد الوهاب متأثر بالشوكاني. انا لما برد عليك ما بشكش في العقل كقيمة او كآلة، انا بشك في الادوات المعرفية اللي انت عرفت تدخلها جوه القيمة. واضح يا جماعة؟ من تيمية كان وهابي. لماذا الهجوم على الدولة الإسلامية، الدول الإسلامية والعربية وإدخالها في العلمانية والليبرالية وعدم الهجوم على الدولة الدينية مثل إسرائيل إيران الفاتيكان؟ هم بيهجموا على إيران خاصة المفكرين منهم، ممكن السياسة بتهجم بأسباب تانية. الفاتيكان يعني ليس دولة بالمعنى القانوني يعني، معايا هي دولة بالمعنى الحدودي وبمعنى السلطة، أما القوانين اللي بتطبق فليست قوانين دينية. لكن هو السبب الرئيسي مش كده طبعا، مش الفروق دي، هو السبب الرئيسي أن نحن الكعكة، نحن الكعكة، الهم هم الجميع في اقتسامها أو في القضاء عليها أو في إضعافها وهنها ومنعها من القيام، وبالتالي أينما كانت وكيفما كانت الطرق التي يمكن بها القضاء أو إضعاف أو اقتسام هذه الكعكة سيفعلون. ليس هناك أي نوع من أنواع النزاهة الأخلاقية في معركة أولئك مع الإسلام، وليس العيب عليهم بالدرجة الأولى بقدر ما هو العيب على من ينصتون لهم ويكونون أدوات لهم في تنفيذ يعني آرائكم. ما رأيكم في شيخ محمد الدين الخطيب والرشيد رضا وما موقعهما من السلفية؟ أحد المشايخ الفضلاء الذي كنت في زيارته الآن قال هؤلاء هم الآباء الرئيسيون للسلفية. محب الدين الخطيب ومحمد رشيد رضا هؤلاء هم الآباء الرئيسيون للسلفية المعاصرة. قد تكون هناك أخطاء، دي طبيعة بدايات الأشياء، طبيعة بدايات الأشياء، والذي يريد أن يخرج الناس من الظلمة المتكاثرة ويزيد النور لابد أن تحدث عنده أخطاء في البدايات. أنت نفسك في أول التزامك لست كما أنت الآن. أنا نفسي بقوله، أنا كنت كتبت كتاب في أخطاء برجع عنه دلوقتي مثلا في الشدة أو حاجة زي كده، في بداياتك لست كما الآن، بتتطور. كذلك أولئك العلماء، النقطة المهمة، أولئك العلماء يا مشايخ كانت الجبهة عريضة جدا، الجبهة أعرض مما نظن. الأزهر ناحية، الملك في ناحية، الإنجليز في ناحية،
الأحزاب العلمانية. ومن الفوائد اللي نسيت أذكرها النهاردة إن دراسة مرحلة سيطرة الأحزاب العلمانية والليبرالية على الحكم في مصر مهمة جدا. حزب الأحرار الدستوريين، حزب الوفد، سيطروا من أول دستور 23 لحد قيام الإيه؟ الحرب العالمية الثانية، وفضلوا لحد الإيه؟ قيام الثورة. الفترة دي ودراستها ودراسة عمل الليبرالية في هذه الفترة دراسة مهمة جدا، لأنها مؤشر لما يمكن أن يكون بعد ذلك. والدكتور والشاعر في نفس الوقت تميم البرغوثي له كتاب، رسالة الدكتوراه بتاعته ترجمها دار ترجمتها دار الكتب المصرية قريبا، اسمها الوطنية الأليفة. ما هي الوطنية الأليفة عنده؟ وطنية الوفد. يقول إن ويدرس الوفد في المرحلة دي، المرحلة التي تسنم فيها ذروة الحكم. يقول أنهم كانوا وطنية أليفة. ما معنى كلمة أليفة هنا بالنسبة للوفد؟ أن آليتهم في الوطنية لم تكن، يعني أنا مش عايز حتى لا أجتزئ فكرة الكتاب، لابد من الرجوع للكتاب كاملا، لكن المهم أن هذه المرحلة لابد من دراستها بعناية، لأن الليبرالية التي سيطرت على الحكم وعلى السياسة في 20 سنة لابد أن نقرأها جيدا، لأنها مؤشر لما يمكن أن يكون. فالشاهد أن الرشيد رضا ومحمد بن حب الدين الخطيب صاولوا، يعني محب الدين الخطيب قرابة 60 عاما في نشر السلفية. لازم تحصل أخطاء، أنت بتتكلم ساعة بتغلط معايا يا جماعة. فالعدل يعني أساس الملك كما يقولون، أساس الحكم على الناس. ما حكم الانتماء إلى السلفية؟ الانتماء إلى السلفية المفهوم والمنهج هذا لا يسع مسلما أن يتركه، يعني واجب، لأنه الذي كانت عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أما التسمي بنفس الاسم ده نفسه عندنا ليس واجبا بالطبع، يعني ليس واجبا، وإنما هو شعار وتقوم مقامه شعارات أخرى. طبعا أنا مش عايز أجاوب على أسئلة زي دي. هو يقول ثم ألا يكفي وصف المسلمين وهو سماكم المسلمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إني نهيت عن قتل المصلين، لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إني نهيت عن قتل المسلمين؟ شيخ الإسلام تيمية يقول أن التسمية بالمهاجرين والأنصار ليست عيبا إلا إذا اقترنت بعصبية على غير الدين. فنفس الأسماء ما دامت لا تحتوي على عصبية على غير المعاني الدينية فلا حرج في التسمية به، فلا حرج في التسمية بها. ولا فرق عندي في وجهة نظر الشخصية بين السلفية وبين الشافعية وبين كلها أسماء، وبين أن تتسمى أو أن نقول مثلا المصلين، أو بين أن نقول المزكون، أو بين أن نقول ذهب أهل الدسور بالأجور، كلها أسماء على التمسك بمفاهيم شرعية. ما المفهوم الشرعي الذي تتمسك به السلفية؟ الكتاب والسنة بفهم الصحابة إذا أجمعوا، وعدم الخروج عن فهمهم إذا اختلفوا. هذا المعنى، معنى شرعي ثابت بالأدلة، هي دي محل النقاش، غير كده لا. وبالتالي إذا كان معنى شرعي ثابت بالأدلة فتلقيب هذا المعنى بأي اسم ليس حراما إلا إذا اقترن هذا الاسم بعصبيات، بس كده. ما رأيكم فيما قالت المفتي علي جمعة في جريدة واشنطن بوست التي يحرض فيها أمريكا على السلفيين؟ أنا أشرت ليها في أول المحاضرة، ودي تحتاج لتعليق كامل وافي، يعني هذه السقطة التاريخية لابد أن يتم الوقوف معها وقفة حازمة. هذه السقطة التاريخية لابد من الوقوف معها وقفة حازمة. وأشراف السياسيين المصريين مهما بلغت عقائدهم لم يسقطوا يوما في هذا الفخ. إلى الآن لازال الوفد ومصطفى النحاس هناك نقطة سوداء في تاريخهما عندما وصلوا إلى الوزارة على ظهر الدبابة الأمريكية وعلى الدبابة الإنجليزية، أما دخلوا القصر في أزمة 41 أو 42 المشهورة. وإلى الآن لم يعتذر النحاس أو الوفد عن نفسهما إلا بأننا كنا مضطرين، وكان الحل أن شرعية الملك ستهدر. لا يرتضي وطني صادق لنفسه صاحب حق أيا ما كان هذا الحق أن يأتي هذا الحق إلى بلاده على ظهر دباب. أي إنسان يرتضي أن يأتي الحق إلى بلاده على ظهر دبابة فما يعني فقد جمع إلى، يعني لا أستطيع والله أن أستطيع أن أعبر حقا يعني عن هذا الذي يحدث، يعني هذا الذي كتبه أن لا بد أن تترجم هذه المقالة ترجمة دقيقة، وأن تقف معها الجماعة الوطنية بأسرها، علمانيين، ليبراليين، إسلاميين، تجمعيين، أيا ما كان لابد أن يعني نقف وقفة حازمة مع هذا الكلام. وإلا فما الفرق بيننا وبين من يخون وطنه؟ ما الفرق بين هذه الطريقة؟ بالنسبة للنوال مكتبة منزلية، طبعا نعتذر الأخ الكريم لأنه طبعا مش هيبقى وقته خالص. يعني أكثر كلامك في إقامة الحجة على العلمانيين هو الاستدلال بأقوال الفلاسفة، فكيف تقيم الحجة على الحجة عليه إن كان لا يؤمن بكلام هذه الفلاسفة وكان يتبنى العلمانية بفكره هو؟ إن أنا جاوبت عنها في الكلام. إذا وصل معاك للمرحلة دي هتقول له ده عكس، ده أحسن حاجة إن احنا نوصل للمرحلة دي معايا، لأنك هتحجه بأمرين، إن إذا كان من حقك تفهم العلمانية بفكرك أنت، خلاص أنا كمان من حق إن أنا أفسر القرآن بفكرنا، انتهت كده القضية، ما عادش فيه مرجعيات. ومن حق واحد تاني انه يفسر الطب بفكره هو، وما تجيش تنكر عليه في الطب النبوي ولا في الاعشاب ولا 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 ولا، من حق ان انا افسر ده كله بفكر انا،
معايا؟ ولن يستطيع أن يقول ذلك معايا؟ لن يص... لكن إذا قاله فقد ضيع من نفسه المنهجية العلمية وأسقط حقه في الدفاع عن رأيه. طيب أنا بهذا انتهيت، وأشكر الشيخ محمد إسماعيل وأعود شكري ثانية لجميع مشايخ الإسكندرية واحترامي وتقديري لهم وجميع مشايخ السلفية في مصر، وأشكرهم مرة أخرى ولا استطيع أن أشكرهم إلى الممات على هذه الوقفة التاريخية الذي وقفوها، وأصلي وأسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما ذكرت يعني في بداية الكلام أنني لن أفيد في التعريف بأبي فهر السلفي، لأنه أمامكم سوف تعرفونه من خلال كلامي ومن خلال يعني أدائه. لا شك أن يعني أن هذا النموذج مشرف جدا للشباب اللي هم المفروض هم أصحاب الموقف، وهذا عصركم وهذا دوركم الآن. فبفضل الله سبحانه وتعالى الشباب يملك من الطاقات الإبداعية ما يفوق بمراحل كثيرة جدا الشيوخ. الشيوخ كان لهم زمنهم وأدوا معظم دورهم، لكن فعلا كما ترون ولله الحمد الدعوة السلفية أو المنهج السلفي بتعبير أدق قد أنتجت يعني كنوزا ونفائس حرمنا منها بسبب الإقامة الجبرية داخل مدينة الإسكندرية. فنرجو أن نتشرف إن شاء الله مرارا وتكرارا بزيارة أبي فهر السلفي، وأنصحكم أيضا بمراجعة مقالاته ومشاركاته على النت، فإنها مفيدة جدا. يعني ممكن تكتب كما ذكرت أبو فهر السلفي سواء في ملتقى أهل الحديث أو في أنا المسلم أو في غير ذلك. فإن شاء الله نرجو أن يكرر لنا هذه الزيارات، وجزاه الله خيرا كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.